السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة بنتكلم مع حضراتكم في كل الأحداث اللي موجودة على الساحة الرياضية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص. إن شاء الله هتكون فقرتنا مختلفة أو فقرتنا مختلفة، معنا ثلاث نجوم تقال جدا هنتكلم معاهم عن الأحداث اللي بتدور في الساحة الرياضية. الفقرة الأولى هيكون معايا إن شاء الله الكابتن ناجي خليل عضو لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي، بعد كده هيكون معايا أيضا الأستاذ الناقد الكبير الناقد الرياضي الأستاذ رضوان الزياتي عضو مجلس النواب أيضا، وأخيرا الكابتن حمادة مرزوق هيكون مع زميل العزيز محمد سعيد في آخر فقرات الحوارية في الأهلي الليلة. طبعا في البداية عايز أتكلم مع حضراتكم على جمهور النادي الأهلي، الجمهور دايما الوفي، دايما الجمهور اللي يعني بيقف جنب اي لاعب وفي ظهر اي لاعب وبيكون في المحنه موجود معاه اكتر ما بيكون موجود معاه في فرحه. بتكلم على محمد محمود وبتكلم على اللفته الطيبه اللي حصلت من جمهور الاهلي لما كانوا موجودين تحت بيته النهارده وبيهتفوا له وبيقفوا جنبه في الظروف اللي بيمر بيها النفسيه السيئه، لكن طبعا محمد محمود يوم بعد يوم بيعرف مقدار الحب الجمهور الاهلي بيحبه بيه، والجمهور الاهلي كله عارف امكانياته وقدراته ومؤمن بيه بغض النظر عن الاصابه اللي جات له في الرجل السليمه، الرجل اللي هتعطله كمان شويه، لكن حب الجمهور او حب الناس ده حاجه ابدا عمرها ما حد يشتريها ولا عمرها ابدا حد بيعرف ياخدها غير اللي قلبه طيب، غير المخلص في عمله اللي دايما بيكون ما بينه وبين ربنا كده اجتهاد وشغل وعمل كبير جدا جدا. محمد محمود جمهور الاهلي لما كان موجود النهارده تحت بيته اعتقد ان دي حاجه من ضمن ال 100,000 حاجه اللي محمد محمود شافها في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا بتبين له قد ايه مدى حبه، واي مكان بيكون موجود فيه وانا عايزه كده يكون موجود ويظهر قدام الناس علشان يعرف ان الناس بتحبه. هو لسه ما لعبش ولسه ما اداش للنادي الاهلي، لكن هو رصيده كبير جدا جدا عند جمهور الاهلي ده قبل ما يلعب، فبال حضراتكم بقى لو لعب عايزكم وانا بتكلم تشوفوا جمهور الاهلي وهو موجود تحت بيت محمد محمود علشان يهتف له، علشان خاطر يعني يبين له قد ايه ان احنا مستنيينك وان احنا مش مستعجلين خالص وقدر الله ما شاء فعل، لكن طبعا واضح ان اللاعب يعني العامل النفسي اللي عنده سيء جدا، لكن كلنا ان شاء الله ايد واحده كجمهور و يعني كهنا اعلاميين في قناه الاهلي واعلاميين في مصر وشخصيات رياضيه عامه في كل مصر سواء بقى على السوشيال ميديا او على الاعلام هنقف وراه وهندعمه، لكن الفيديو ده كان مؤثر جدا جدا واعتقد ان حضراتكم محتاجين تشوفوه علشان زي ما شفتوا مؤمن زكريا وجمهور الاهلي قد ايه بيدعمه، لازم نشوف محمد محمود وجمهور الاهلي بيدعمه وبيهتف له وبيقف جنبه. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل باقي الاخبار مع حضراتكم. طيب ماشي، احنا بنجهز الفيديو علشان حضراتكم تشوفوه، لكن لحد ما نخلص او لحد ما الفيديو يكون جاهز تعالوا حضراتكم اكمل معاكم الاخبار وابدا معاكم الاخبار. النهارده النادي الاهلي بيستأنف ميرانو او النادي الاهلي بيستأنف ميرانو بكره بالليل. النادي الاهلي كان عنده يعني فتره راحه الجهاز الفني منحها للاعبين بسبب توقف مسابقه الدوري، لكن بكره ان شاء الله النادي الاهلي هيستأنف تدريباته الاحد مساء، وهيكون قبليها في محاضره من مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي علشان ياكد على بعض الجوانب الفنيه مع بدايه فتره تحضيريه جديده لاستئناف بطوله الدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي بيستعد ايضا للسفر الى الامارات، ودي خبر هتكلم عليه علشان يكون في معسكر تدريبي للفريق. الخبر الثاني كابتن سالم حفيظ يطمئن على الترتيبات الخاصه بالمعسكر الخارجي. كابتن سيد حرص على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي واللي بيأتي ضمن الخطة الجهاز الفني مستر ريني فايلر المدير الفني للفريق لفترة توقف مسابقة بطولة الدوري الممتاز، واللي هتكون بتشمل معسكر الفريق على إقامة تجربة ودية أو اثنين على أقصى تقدير وفقا للبرنامج اللي بيحدده الجهاز الفني. النادي الاهلي ان شاء الله بيستعد كمان لبطوله افريقيا ويخوض اول مباريات دور المجموعات امام النجم الساحلي في تونس نهايه الشهر المقبل، وبجانب طبعا عوده بطوله الدوري المصري الممتاز. الماتشات ان شاء الله في الامارات هتكون مع بنياس ومع نادي العين بنسبه كبيره لكن مش اكيد.
ماتشين مهمين جدا، ماتشين يعني يقدر الجهاز الفني للنادي الاهلي يقف على حاجات كتيره جدا جدا في ظل غياب لاعبي منتخب الاولمبي وظل غياب لاعبي منتخب مصر في استعداد المنتخب الاولمبي الى تصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو من خلال بطوله الامم الافريقيه، وايضا تصفيات المنتخب الاول المؤهله لبطوله الامم الافريقيه خلال المرحله القادمه. مستر ريني فايلر يؤازر محمد محمود، زي ما احنا شفنا وتابعنا ان مش بس جمهور الاهلي هو اللي بيؤازر محمد محمود، ده كابتن او مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي هو كمان بيؤازر محمد محمود لاعب الفريق قبل رحلته العلاجيه واللي هتبدا بالخضوع لفحص طبي جديد في المانيا قبل جراحه الرباط الصليبي. في كلام على ان محمد محمود ان شاء الله هيسافر خلال الايام اللي جايه، ممكن يعني ممكن يكون بكره، وممكن لو الفحوصات تمت بشكل كويس ممكن العمليه الجراحيه تتم يوم الثلاثاء باقصى تقدير، لكن طبعا كله متوقف على الفحص اللي هيتم من خلال الطبيب الالماني في المانيا. محمد محمود طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان تعرض لاصابه في الرجل السليمه، يعني هنقول الرجل السليمه مش في الرجل اليمنى او اليسرى، عشان هو كان عامل عمليه الرباط الصليبي الاخيره، وبالتالي يعني ما هو قدر ونصيب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون عنده اصابه، والاصابه الأسوأ في تاريخ لاعب كره القدم اللي ممكن تصيب اي لاعب، وهي القطع في الرباط الصليبي، لكن قدر الله وما شاء فعل. اشعه محمود متولي تحدد موعد مشاركته مع في المران الجماعي. محمود متولي مدافع الفريق زي ما حضراتكم عارفين ان كان عنده اصابه، لكن اللاعب يجري اشعه جديده خلال الاسبوع الجاري للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبه تعافيه من الاصابه واللي تعرض ليها وابعدته عن المشاركه في المران الجماعي. وبعد الاشعه اللي هيجريها اللاعب ان شاء الله هيحدد الجهاز الطبي موعد انتظامه في المران الجماعي، واللي بات قريب جدا بعد تحسن حالته في الفتره الاخيره وتنفيذه مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلي واللي بيخضع ليه في ملعب بلتتش. متولي بيخوض تدريبات قوية تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي، ويعني تدريبات التأهيلية تشمل على فقرة خاصة للتصويب على المرمى بجانب فقرات بدنية، واللي ظهر فيها بشكل جيد وبدون شكوى. طبعا الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بينسق مع الكابتن طارق، والدكتور خالد كمان هو اللي طلب من متولي ان هو يجري اشعه عشان يتعرف على نسبه التئام الاصابه اللي اشتكى منها في مباراه السوبر المصري، واللي كشف الفحوصات الطبيه انه يعاني من تمزق في العضله الخلفيه وخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي. يعني محمود متولي اضافه، وانا اعتقد ان هو خساره لمنتخب مصر ان هو ما يكونش موجود من ضمن اولويات او اختيارات الكابتن حسام البدري، لكن طبعا نتمنى ان محمود متولي لما يرجع ان شاء الله يرجع بكامل قوته وكامل لياقته البدنيه. برنامج بدني خاص بعد انتهاء فترة الراحة، ده كان طبعا اختصاص توماس بينيكل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم انه بيجهز برنامج بدني خاص لتنفيذه ابتداء من غدا الأحد مع أول أيام عودة الفريق بعد الراحة وانتهاء فترة الراحة اللي حصل عليها بقرار من الجهاز الفني بسبب توقف بطولة الدوري الممتاز. بينيكل بيسعى لتعويض فترة الراحة من خلال البرنامج البدني للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للعيبة، ومستر ريني فايلر المدير الفني منح اللعيبة ما ننساش 48 ساعة بدأت من أمس الجمعة على أن يعود الأهلي من جديد لتدريبات ابتداء من بكرة إن شاء الله والتحضير للمرحلة المقبلة. زي ما قلت لحضراتكم احنا كده خلصنا معاكم كل الأخبار اللي موجودة معانا، الفيديو لسه ما جهزش بس بنجهزه علشان خاطر نعرضه لحضراتكم. طيب تعالوا نروح نشوف فيديو جمهور النادي الاهلي تحت منزل محمد محمود علشان يشد من ازره ويشجعه على المرحله القادمه، ونروح لفاصل بعديها ونرجع علشان نستقبل اولى فقراتنا الحواريه الكابتن ناجي خليل. Yeah.
اهلا بحضراتكم من جديد ومعاكم في الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن ناجي خليل عضو لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. هنتكلم معاه في امور كثيره جدا جدا. كابتن ناجي برحب بحضرتك. لا لا سعيده معاك النهارده ربنا يكرمك. ده كابتن يعني حضرتك يعني حبيبي طبعا ويعني العلاقه العشره طيبه الحمد لله تجمع بيني وبين حضرتك اكيد بسطاني ومخليني بقى النهارده ان احنا ايه مين وانت صغير اول مره نكون مع بعض كده في حاجه جد. ازيك كابتن ناجي؟ ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. في البدايه طبعا يعني حضرتك كعضو لجنه اكتشاف المواهب عايز اطمن على اللجنه وعايز اطمن على حضرتك وعايز اطمن بقى بشكل عام على انا عارف ان هو موضوع صعب انك اكتشاف المواهب ده موضوع بيتطلب الكثير والكثير من المجهود بقى فعايز اطمن في البدايه عايز كده. اولا بص يا كابتن هو عايز خبره كبيره صح لكل مرحله سنيه ليها شكل في الاختيار يعني المقاييس بتاعت الولد الصغير يعني الولد الصغير سنه بسنه تفرق وبعدين كل ما تكبر المقاييس بتختلف كل ما يكبر العمر كل ما المقاييس تختلف خش بقى في اللوحه البدنيه والتكتيكيه ومواقف اللعب والمركز حاجات كتير اني اصعب يا كابتن اختيار الولد الصغير الولد الصغير بتبقى فيه صعوبه لانه ملوش مسطره الكبير بيلاقي مسطره بيلعب باك رايت طب مواصفات الباك رايت ايه تك 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 وبعدين بتقارنه باللي عندك لكن الولد الصغير مفتوحه وجنرال وملهاش مقاييس يعني انت مثلا ممكن يعدي عليك ولد مثلا عنده مهاره كويسه كورته كويسه لكن مش هو ده كله اللي انت عايزه في كوره يعني ممكن يكون ولد جسمه كويس بيعرف يبص كويس عنده منتاليتي شخصيه كويسه كمان قوي ده ممكن ما تختاروش يعدي عليك لان انت في السن الصغير بص المهاره بس وده مش مظبوط. طيب هل حضرتك يعني الفتره اللي جايه ناويين او شغالين على المنتخبات الشباب اللي موجوده منتخب مصر الاولمبي ممكن يكون ده اسال الكابتن ربيع يقول ما انا عايز اتكلم في كده في منتخب 97 بس انا اعتقد يا كابتن ناجي ان السن ده كبر شويه على اختيار ان انا اكتشف مواهب يعني ده بقى خلاص فريق اول فانا بالنسبه لي والله ممكن يعني انت ساعات بتشوف احنا بنروح الفرق الدرجه الاولى الممتاز بيه والدرجه الثالثه ساعات بيلعب لعيبه عندها امكانيات كويسه جدا بس عايزه زقه عشان ما هو انت جايب اصل اللعيبه اللي انت بتجيبها كلها لعبت في ملاعب انديه صغيره بس انا احنا عندنا فرصه ان احنا نعير يعني ممكن تجيب مجموعه من اللعيبه دي وتعيرهم فتره يروح نادي يلعب فيه فتره كويس زاد هاته ما زادش حطه في انت جايب ثلاجه بتحط فيها فريزر كبير بتحط فيه اللعيبه وبعدين عندك حريه النهارده ممكن تجيب اللعيب ما يبقاش مسجل عندك في القائمه تشتري عقده وتعيره فدي احنا هنشتغل عليها الفتره الجايه. منتخب 2001 هل كابتن ناجي شايفين فيه بعض العناصر الكويسه؟ كابتن ربيع بيسهل لنا العمليه جدا لانه بيلف مصر كلها وبيدور في الحصى. بس انا بس مش عشان ابوك يعني ما انا عايز اقول حاجه ثانيه وبالامانه هو لما حد بيساله على لعيب في اي حته في مصر والله بس الاهلي بيتكلم مش عايز اتكلم بس عشان ده مش مظبوط يعني بس هو ساعات بيقول لنا يقول لي ناجي في لعيب كذا 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 بيلعب في الحته الفلانيه ما تشوفوه. انا مش عايز اقول كده بردك عشان هو بردك ماسك المنتخب ويبقى مفروض على بعد كامل من كل الانديه بس انا بتكلم في حته ثانيه ان هو لما اي حد غير النادي الاهلي بس بيساله كابتن ناجي بيجاوب هو لا هو الصراحه عشان بس ما حدش يعني إيه حضرتك عارف ان ما حدش بيقول يعني ممكن حد يتخيل ان دايما لما يكون المدير الفني ينتمي الى نادي معين فدايما بيكون كل التوجه لنادي ده بعيد هو كابتن ربيع بيشوف اللي انت ما بتشوفوش صح وبيدور في حتت صعب جدا توصل لها وبيروح يعني بيروح كل المباريات هو ياخد مجموعه كبيره من نادي الزمالك طبعا واخد لعيبه مع ان 2001 عندنا من احسن الفرق المفروض اللي في مصر طب انا عايز اقول لك على حاجه صغيره بالنسبه للحته دي دايما الكابتن ربيع عنده يعني وجهه نظر في ان هو كل معسكر بيجرب بعض العناصر الجديده فالبعض مش بيفهم كده بعض اولياء الامور او بعض الناس اللي بيبقوا موجودين انه خده خلاص ان هو استبعد فلان عشان اخد فلان وبالتالي هو مش مقتنع بقدرات فلان على حساب علان لا هو الموضوع زي ما حضرتك عارف ان هي بيدور وبيلف علشان يشوف اللعيبه كلها وبيبعد كل واحد حقه انا عايز اقول لك على حاجه في الكوره معلش يعني اللعيب ممكن انت تتفرج عليه تلاقيه هايل ولما تجيبه تدربه وتعاشره تلاقيه مختلف تمام طب ايه الفرق يا كابتن ايه اللي بيحصل؟ ال- 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 السلوك والتعليمات اللي انت بتقولها له بينفذها ولا لا شخصيته بتبقى قريب منه على مثل يقول لك تعرف فلان عشرته لا يبقى ما تعرفوش هو لعيب الكوره كده لعيب الكوره اكتر واحد يعرف اللعيب لما تعاشره مده وتدربه في الملعب بتقدر تحكم عليه كويس عشان كده المدربين الاجانب عندهم التدريب اهم حاجه في اختيار العناصر اللي بتلعب طيب
يعني عشان خاطر يعني الفتره اللي جايه عندكم بقى، يعني اعتقد ان عند حضرتك بطوله امم افريقيا اكيد 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 هتتابعها. عاملين لها برنامج، واحنا بنلعب، واحنا كمان تابعنا كل المباريات اللي اتلعبت في دور ال 32 وما قبل 64 متابع كل افريقيا. انا اعتقد ان حضرتك متابع الاثنين. ايوه مش متابع طرف واحد بس. لا انت حضرتك بتتابع المنتخبين، لعل عسى ممكن يكون واحد يعني ممكن يلفت انتباه حضرتك، وبالتالي هو دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه، هو النهارده في صعوبه جامده جدا في افريقيا انك تجيب لعيب زي زمان، ما حدش شايف الايجنسي زادوا قوي، الوكلاء زادوا قوي، منتشرين في افريقيا، حتى الافارقه بقى بيشتغلوا وكلاء، يعني كان زمان الافريقي ما يعرفش حاجه اسمها وكيل، بتروح ممكن تجيب لعيب ما حدش شايف، النهارده اللعيب الكويس متشاف ومتسمع وبيتقال في اوروبا، واوروبا عامله مدارس واكاديميات في الدول دي. يعني اللاعب صعب جدا ان لعيب كويس ما يعديش على الدول دي والامكانيات دي. بس ممكن انت تجيب واحد صغير السن ما يكونش متشاف قوي بس عنده امكانيات، ممكن يكون موجود في البطوله الافريقيه اللي جايه للمنتخبات الاولمبيه، ولا ده برضو عدى السن وبالتالي خلاص بقى يلعب فريق اول، فصعب ان انت تسيطر عليه وصعب انك تجيبه، فممكن تبص للبطوله للاصغر من السن. انا جايب بتاع مان اليو ديانج طبعا، بس جايبه بمبلغ كبير. ماشي، ما هو انا بتكلم على مبالغ ما ده صغير. صح طبعا 100%. انت لازم بص، الانديه الكبيره عمر لازم تشتغل على الناحيتين، صح، كوره واستثمار. صح، ما ينفعش تشتري بس، لازم تشتري وتبيع عشان كل قاتل نادي في العالم، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، كله بيشتغل كده، لازم تشتري وتبيع. هو حد يبيع نيمار؟ لا، بس نيمار هو اللي باع نفسه. لا انا بكلمك عن لا انا برشلونه اللي باعوه، انا بكلمك عامه، يعني انا بكلمك عامه شرط جزائي كريستيانو رونالدو. يعني فهي الكره كده، لازم يبقى عندك استثمار ويبقى عندك فيجن، رؤيه ان اللعيب ده ممكن بعد فتره. طب ما انت بعت تريزيجيه، بعت رمضان صبحي، احمد حجازي مثلا، بعت راس الحربه اللي كان عندنا اللي جاب جون في الزمالك. تمام. يعني ده ممكن، يعني ده استثمار، وبتجيب اشتري وتبيع وتجيب اشتري وتبيع، بس عندك قوام لازم تحافظ عليه. بتجتمع مع اللجنه الفنيه كابتن ناجي، او بيبقى في تواصل ما بين حضرتك وبين اللجنه التخطيط؟ أيوة. لجنه التخطيط الكابتن زكريا والكابتن طه باستمرار الكابتن محمود صالح، كابتن خالد بيبو، كابتن محمود صالح على طول مع الكابتن زكريا طبعا والكابتن خالد بيبو، في اجتماعات وتبادل اراء، واحنا بيجي لنا من الكابتن فتحي مبروك حاجات كده، يقول لك احنا محتاجين باك ليفت، محتاجين باك رايت، او يعني مثلا في سن معين، يعني كابتن فتحي يقول لحضرتك احنا محتاجين باك ليفت في سن معين. لا، في 2002، في 2003 بالظبط، في 2004، في 2000 وكده يعني. بس احنا دي بتبقى محدوده في لعيبه، لكن تحت مفتوحه. يعني مثلا 2002 2003 و2004 بتجيب مركز، لكن تحت مفتوح. هل الكابتن ناجي عنده، بنروح نتفرج على دوري البراعم، يعني بنروح الساعه 7 الصبح و8 الصبح نتفرج على دوري البراعم. ليه؟ لان الفرق بقى الصغيره دي ممكن مثلا الاهلي بيلعب الاماريه، بيلعب مش عارف ايه، فرق مش معروفه بيكون فيها لعيبه على امكانيات، واخدين اسامي لعيبه كتيره وكده، وهنعرضهم قريب على قطاع الناشئين. طيب عايز اروح بقى مع حضرتك لملف الفريق الاول للنادي الاهلي، وعايز يعني اخرج بقى من كابتن ناجي خليل عضو لجنه اكتشاف المواهب للكابتن ناجي خليل، اللي هساله على النادي الاهلي واساله على فايلر واساله على رايه بشكل عام للفتره الماضيه كلها، من اول ما مستر ريني فايلر تم اختياره وتعيينه لحين توقف بطوله الدوري. عايز اعرف تقييم حضرتك للفتره اللي فاتت. هو الراجل ده عمل حاجات مهمه جدا، اول حاجه عملها ان في لعيبه طور في لعبها، يعني زي رمضان صبحي، عمري انا ما كنتش مقتنع بلعب رمضان شخصيا، يعني ممكن زمايلي عارفين، دلوقتي انا باصم بالعشر. ليه بقى؟ هو طوره. انا عارف يا كابتن ناجي، لما تقول انت مقتنع تبقى بنقتنع. عارف تمام، مش هتقول كلام من ورا قلبك. انا عارف هو طور لعبه، طور اسلوب لعبه من غير كوره، وده كانت مشكله رمضان، اللعب من غير كوره، اللعب على الجون، الجري من غير كوره، كان اللعيب المهاري دايما عايز الكوره في رجله، ما بيحبش ياخد في مساحات، مع ان هو عنده قدرات سرعات وقوه تقدر تخليه ياخد في اي مساحه في ظهر اي مدافع. طور لعبه. بعدين بقى ايه؟ لما تتفرج على فرقه النادي الاهلي تحس المسافات قربت، ما بقاش فيه الجاب الكبير اللي كان موجود في فرقه النادي الاهلي، تحس المدافعين هنا والمهاجمين هنا والمسافه بينهم كبيره جدا، دلوقتي تحس ان الفرقه بتلعب في 30 40 50 متر بالكتير قوي الفرقه، فده يعني هو انا حاسس ان في تطوير حتى كمان النواحي البدنيه
عند النادي الاهلي بقت عاليه. الاهلي بيلعب من قدام فترات طويله، ما كانش بيقدر يلعب دي، ما كانش بيقدر يلعب دي، يعني بيلعب من قدام مع الفرق فترات طويله وبيقطع الكره بسرعه، دي برضك عايزه بدني عالي ما كانتش موجوده. عشان كده الاهلي كان مصمم يلعب الزمالك، الماتش ما يتاجلش في الفتره دي. طب معلش طب لو حتى لو الماتش ما تاجلش، ولو الماتش دلوقتي هيتلعب المفروض يعني النادي الاهلي ان شاء الله، يعني لحد دلوقتي الاهلي لن يستأنف مبارياته الى بعد ماتش الزمالك، فماتش الزمالك هيبقى فيه شهر او فيه 25 يوم. هل ده ايجابي للنادي الاهلي هو ولا سلبي على النادي الاهلي؟ لا انت عندك لعيبه في المنتخبات، يعني مش فارق معانا الوقت، ايا كان الوقت ايه هو، الاهلي بدنيا كل ما يكون في فتره راحه اطول هيرجع اقوى. يعني انا قصدي ان احسن لعيبه عندك في المنتخبات تقعد فترات طويله، بيجي لك قبل الدوري باسبوع ولا خمس ايام ولا ست ايام، مش شغلك. حلو، مش شغلك دي صح يا كابتن ناجي، مش شغلك صح؟ مش حاجتك. لعيب جاي لك قبل الدوري بخمس ايام، وبعدين النادي الاهلي بيدفع ضريبه ان عنده عدد كبير من اللعيبه في المنتخب سواء اولمبي او منتخب اول. فدي المشكله اللي بتواجه النادي الاهلي. لكن لو انت الامور ماشيه واللعيبه عندك، انت عارف بتعمل ايه والبرنامج هتعمله ازاي وتخطط ازاي. لكن انا هل ممكن احط برنامج اخطط لاحمد فتحي وهو بيلعب في المنتخب، رمضان صبحي وهو بيلعب في المنتخب؟ عارف انا هو بيتمرن ايه؟ بيعمل ايه؟ يعني تبقى العمليه صعبه. انما انت كلمني الكلام ده لو اللعيبه دي عندي وانا بحافظ عليها وبشتغل واحد اثنين ثلاثه اربعه، يعني عامل لهم برنامج للزياده. لكن المشكله بتواجه المدرب ان اللعيبه كلها مش معاه. فانت طيب ما تضمنش اللي جاي شكله ايه. عايز اعرف اخد راي حضرتك، هل تغير الاجهزه الفنيه والمعد البدني للنادي الاهلي من فتره لفتره على حسب ما كل مدير فني بيجي وبيجيب معد بدني معاه، هل ده بيفرق في حجم الاصابات واللياقه البدنيه للعيبه، ولا كل المدارس قريبه من بعض وبالتالي ما فيش ازمه؟ عشان الناس محتاجه تفهم والناس محتاجه تعرف. المدارس قريبه بس الفروق الفرديه بين اللعيبه مختلفه. يعني انت اول حاجه بتعملها القياسات. صح. القياسات دي بتحدد لك المدرب اللي كان قبلك شغال ايه، وانت هتشتغل ايه وهتعمل ايه. القياسات دي اللي بتحدد الراجل، لان البدني هو الحاجه الوحيده اللي واحد واحد يساوي اثنين. تمام صح؟ خلاص انت بتشتغل على دي. فلو معد بدني بيحط تخطيط، في تخطيط قريب وتخطيط بعيد، يعني هو بيحط مثلا بيقول انا هلعب بعد ثلاث اسابيع اربع اسابيع على ضوء القياسات اللي بيعملها والفروق الفرديه اللي موجوده في النواحي البدنيه للعيبه. الراجل بيشتغل اذا كان، وانا حاسس ان الفرقه فيها تحسن كبير في النواحي البدنيه. انت لعبت الساعه 3 في اسوان الظهر، فرقه بتلعب من قدام 60 70 دقيقه، صعب جدا جدا. فده دليل ان البدن بتاع الفرقه كويس جدا ولا ايه؟ لا طبعا صح. طيب يعني احنا يا كابتن ناجي لو قلنا ان مستر فايلر في اربع ماتشات حقق اربع انتصارات، فاحنا كده بنديله العلامه الكامله 100%، ولا حضرتك شايف ان في بعض القصور اللي ممكن يشتغل عليها؟ لا هو زي ما تقول البدايه كويسه الستارت، يعني واحد بيطلع مثلا 100 متر بيطلع الستارت كويس، فتقول اه ده هيفنش كويس. شايف ان البدايه بتاعت ماتش الزمالك هي اللي ادت المدير الفني واللعيبه الدفعه اللي وصلوا بيها لحد دلوقتي، ولا لو ما كانش ماتش الزمالك في الاول كان الوضع هيختلف؟ انت عندك مروان محسن وصلاح محسن وازار ولعيبه اجاي اللي كان بعيد خالص قبل، يعني انت لو تيجي لاي واحد في الكوره ملاش الجمهور، الناس اللي شغاله في الكوره انا ما توقعتش انه يلعب. لا انت لما تيجي صلاح، انا قلت صلاح محسن هيلعب. لا ممكن اجاي لو الفتره اللي هو كان فيها فت. انا بقول لحضرتك ماتش الزمالك لما جينا نتوقع التشكيله انا قلت صلاح محسن راس حربه. عمرنا يا كابتن ما حد قال اجاي. هو العالم كله النهارده بيلعب على الشادو سترايكر، مفيش حد بيلعب براس حربه صريح زي زمان. شادو سترايكر دي اللي هي المهاجم الوهمي عشان يعني ما حدش بيلعب بالمهاجم الصريح ده زي زمان. حتى برشلونه يعني ما بيلعبش بمهاجم صريح قوي، يعني مانشستر سيتي اللي بيدوا حريه للي جاي. سيتي السيتي اجويرو خلاص ما بقاش ياخد مكانه. بيلعب كل شويه، هو كان بيلعب كده، بيدوا حريه للتحركات اللي جايه من تحت. يعني زي اقول لسيادتك انت راكب عربيه بتاخد خمس تنفار، خمسه راكبين، لو حد جه ركب هيعرف يركب؟ لا. يبقى اللي جاي من تحت مش هلاقي مكان. كل ما تفضي، كل ما بتدي فرصه للي جاي من تحت بالتحرك، طبعا مع الظبط يعني بتدي حريه للتحرك بتاعك والتكتيك يبقى اعلى. حلو يا كابتن المثال ده، كابتن كابتن ناجي. طيب كابتن ناجي، السؤال اللي دايما بساله لضيوفي لكن وجهات النظر بتكون مختلفه، تدوير اللعيبه والسياسه اللي بتبعها مستر ريني فايلر، اللي في الاول لعيبه
ما كانوش منها، فكان في شويه كده ايه يعني شويه يعني ساعات صغيرين كده، لكن بعد كده بدات اللعيبه تعرف ان هو مش بيستبعد علشان المستوى ده، بيستبعد علشان خاطر امكانيات اللاعب في خلال 3 ايام ما تستوعبش 180 دقيقه. انا هديك مثل صغير، عمرو السوليه وحمدي فتحي اتغيروا كم مره؟ اتغيروا يعني ده كتير، ده اليو لا لا بيانج ماتش واحد بس. ما انا بقول لحضرتك اليو ديانج لاعب، لكن الاثنين بس الاثنين ثابتين معظم المباريات. هو في الاربع ماتشات هو او في ماتش في افريقيا هو لاعب اليو ديانج، في ماتش ما لعبش حمدي فتحي، ففي عمليه تدريب في نص الملعب، في نص الملعب بسيطه. هو بيحافظ على القام الرئيسي بتاع الفرقه، يعني السر يعني يعني ايه؟ ما بيهزش الفرقه. انت ممكن تعمل روتيشن يهز الفرقه. وبعدين هو عنده ثقه في اللي بيلعب. طب ايه الاماكن يا كابتن ناجي اللي ممكن تهز الفريق؟ نص الملعب، الدفاع، الهجوم؟ لا نص الملعب طبعا، نص الملعب ده الاساس، وبالتالي التغييرات فيها تكون محدوده. والجناب يعني لما تلعب بجراد يعني غير الجناب الباكات ولا الونجات؟ لا الونجات. لما تلعب بجرالدو غير لما يعني جرالدو ما تقدرش تطلب منه ان هو يخش راس حربه براس حربه، قليل جدا مع الكوره بس يعني يعني باوفر بتاع يعملها، لكن ما يتحركش من ورا راس الحربه هنا كده. رمضان صبحي ممكن يعملها، فهو ساعات بيبقى شايف الفرقه اللي بيلعبها محتاجه ايه ويلعب عليها ويغير. ما بيعملش الروتيشن كده يعني. وبعدين الفرق اللي احنا عندنا الميزه ان هو الفرق اللعيبه قريبه من بعض، ما فيش الفجوه الكبيره دي. يعني مع احترام النادي الزمالك لما عمل ماتش اف سي مصر، اف سي مصر، اف سي مصر عمل التغيير ده، الفرق حسيت ان الفرق خدت غطس لان اللعيبه مش قريبه من بعض. قريبه من بعض يا كابتن بمعنى ايه؟ يعني هل اللعيبه قريبه من بعض؟ قريبه امكانياتها يعني امكانيات ان انا احط واحد احط الثاني الاقيهم نفس المستوى قريبين من بعض. واصل عايز اقول لك على حاجه، لما يكون التكتيك عالي الفروق بتقل. طب لو التكتيك عالي وامكانيات اللعيبه عاليه يبقى حلو كويس قوي. صح قوي. لكن لكن انا ما ينفعش العب بتكتيك عالي وانا عارف ان انا لو حطيت عملت روتيشن ممكن ما يكونش بنفس المستوى. بقول لك كده، لما يكون التكتيك عالي الفروق بتقل. التكتيك عالي بالفروق بتقل. طيب مع توقف الدوري هل حضرتك شايف ان دي فتره هتكون كبيره ولا فتره معقوله بالنسبه للانديه المصريه بشكل عام والاهلي بشكل خاص ان هم يستعدوا لعوده الدوري من جديد، والاهلي بيستعد بشكل مختلف دونا عن بقيه الانديه بمعسكر خارجي هيكون في الامارات؟ انت لو في يعني يعني انت النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره بياخدوا منهم كميات كبيره جدا، حتى في المنتخب الاولمبي لعيبه كتيره جدا. لكن لو انت في مثلا الاسماعيلي فيه اثنين والاهلي فيه اثنين والزمالك فيه اثنين كنت تقدر تستهدف الدوري ولا قبل الدوري دي ما تشتغل ولا غلط؟ لا صح طبعا. صح. لكن هي المشكله انت بتاخد خمسه سته لعيبه قوام اساسي من النادي، ما تقدرش تلعب الدوري من غيرهم. انا ما اقدرش اجبر المدرب ان هو ما ياخدش القوام الاساسي. انا بكلمك عشان كده بقول لك. لكن تقدر تلعب دوري لو انت مش لو واخد منك واحد واخد اثنين واخد من النادي الثاني واحد اثنين، لكن المشكله ان القوام الاساسي بتاع الفرق دي بياخدوه من النادي الاهلي او من نادي الزمالك. طيب المعسكر الخارجي هل حضرتك شايف ان هو مناسب للنادي الاهلي ان هو يستعد مع انديه قويه زي بني ياس والعين وزي يعني معسكر خارجي، اجواء ظروف الامكانيات حتى الجو بشكل عام هيكون مختلف عن كل شيء هنا له علاقه انت بمصر. انت لما تكون عيان تروح للدكتور يقول لك غير جو. هو ده تغيير الجو، انك طول كل يوم بتيجي النادي الاهلي، فهم كل يوم بتيجي الملعب فهم عيانين. لا انا قصدي عامه يعني انت لما تيجي كل يوم نفس المكان لازم تعمل ريفرشمنت كده. طبعا طبعا غير جو طبعا. طب الماتشات الوديه بالنسبه للاهلي بدون اللعيبه الدوليه هل دي ممكن تكون منفذ للعيبه اللي مش طبعًا. بتلعب علشان تثبت نفسها؟ طبعا طبعا طبعا. ما انا بقول لك لو المسافات قريبه بين اللعيبه الفروق مش كبيره، يعني ريال مدريد عالم الموضوع ده لان هو بيعاني لحد دلوقتي. الفروق كانت كبيره، الفروق كانت كبيره جدا وعمال يغير مش قادر، عايز وقت عشان يوصل للتيم اللي هو هيقدر يلعب بيه كويس. طيب يعني المعسكر، وعايز اقف عند المعسكر وعايز اخد راي حضرتك في فتره التوقف هتضر ولا هتفيد الفتره الطويله؟ احنا قلنا فتره التغيير والدكتور يقول لك غير جو بتغير اسبوع خمس ايام، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في الدوري لن يستأنف لفتره طويله تقريبا 25 من يوم 8 ليوم 25 فهنتكلم على فتره ثلاث اسابيع يعني. فهل دي طويله ولا عاديه؟ لا انا عايز هي طويله طبعا. عايز اقول لك على حاجه، انت النهارده عملت المعسكر واللعيبه دي لعبه متوشه هايله وبقى في لعيبه هايله بردك اللي هيجي المنتخب هيلعب. لا طبعا لا يجي المنتخب يلعب طبعا. طيب انت مش ضامن المنتخب ده شكله ايه؟
كسبان خسران نفسيته ايه؟ طب ممكن اسالك سؤال بقى كده يعني بره مش مظبوط لا صح، بس انا عايز اسالك سؤال، هل حضرتك شايف ان المنتخب الاولمبي قادر على الوصول لدور قبل النهائي؟ عايز اتكلم بامانه واتكلم بصراحه، ولو احنا في الاول لسه ما لعبناش، لو كابتن ناجي شايف بعض القصور اللي موجوده ممكن ينصح كابتن شوقي غريب بايه خلال الفتره اللي جايه؟ هو انا احنا طبعا ويملك لعيبه على مستوى عالي جدا جدا تمام، بس هو هو في دماغه طريقه لعب عايز وقت طويل يكون مع المنتخب الاولمبي وكل اللعيبه دي عندها قدره انها بتلعبها في انديه، بس ده مش هيحصل ان هو يكون مع اللعيبه لفتره طويله عشان اللعيبه على طول مع الانديه. ما دي المشكله، انا تمام. شفت الماتش الاخير انت كسبت فريقية. انت كسبت، بس طريقه اللعب مش يعني اللعيبه مش قادره تستوعبها قوي قوي، عمليه طريقه صعبه جدا جدا، واللعيب المصري صعب ان هو ينفذ تكتيك عالي تحت جهد. تمام، طيب ممكن حضرتك تقول لي الطريقه او بعض السلبيات اللي كانت موجوده في ماتش جنوب افريقيا اللي كابتن شوقي ان شاء الله يتلاشاها او يحاول يتلاشاها ويشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه؟ بناء الهجمه كان بطيء صعب بياخد وقت، الكثافه الهجوميه مش موجوده، يعني انت ما بتلعبش على الجون كتيره، فرقه جنوب افريقيا كانت مستحوذه على الكره، والحركه في عمق دفاعات وسط النادي وسط المنتخب لهم كانت كبيره، وهم لو عندهم قدره ان يجيبوا اهداف كانوا كسبونا 3-4 بسهوله، شايف مجموعتنا بسهوله، شايف مجموعتنا عندهم الحركه من غير كوره. والله انا ما مش قادر اقول، انا ما شفتش، بس معظم والكاميرون ومالي، بس هم الفرقه دي عندها هيستوري في قطاعات الناشئين بالذات غانا، يعني كل الفرقه دي عندها هيستوري، يعني مالي من الفرقه اللي بتوصل لمسافات بعيده في كاس العالم الناشئين والشباب، احتكاك قوي بين في اليو ديانج مع منتخب مالي وامكانيات، شايف ان اليو ديانج هيبان في البطوله دي بشكل كويس جدا ويبدا ان هو، والله انا ما شفتش الفرقه الثانيه، لكن هو عنده امكانيات هايله جسمانيه كمان وبدنيه وعنده من، انا عايز اقول لك على حاجه عمر، انا لاحظتها في بطوله افريقيا الاخيره، الكره في افريقيا اتغيرت تماما، يعني ما بقتش قوه وسرعه، يعني الفرقه اللي كانت بتلعب الزمالك دي ما ضربوش صح، ما انا بقول لحضرتك ما بقتش قوه سرعه، وبعدين كسبانين ومع ذلك ما جوش دفعوا ما تكتلوش حاجه. اقول لك على حاجه، كم جون دخل بضربات الراس في البطوله الافريقيه الاخيره دي؟ قليل جدا، جون ولا حاجه بس، كلها جمل مال ايه بقى؟ كل اللعب من العمق والتحضير يعني مستوى عالي جدا من التكتيك وبعدين الكره النهارده فاست بريك هاند بول، تلعب فاست بريك كاس العالم الاخير فاست بريك، هم عندهم القدره على دي، هم عندهم القدره يقطع ويبني وبسرعه والانتشار اسرع، عندهم امكانيات رهيبه، وبعدين اللعيبه عشان محترفين في اوروبا التكتيك عندهم ذاب والتكنيك كل حاجه زادت عندهم بقى ما بقوش زي زمان يعني. طيب دلوقتي حضرتك دور المدير الفني بقى، حضرتك راجل يعني راجل فنان عالي جدا، وتقدر تقول لي ازاي المدير الفني يتعامل مع اللاعب لما يحصل له حاله خمول ان هو مش بيلعب ماتشات رسميه، ازاي يقدر ان هو يخليه كده يعني متحمس ويخليه كده على طول جاهز ان هو اول ما يدوا الاشاره ان الدوري يرجع اللاعب يرجع بنفس مستواه ما يحصلوش خمول نادي ولا منتخب؟ نادي طبعا، نادي طبعا طبعا، هو بتكلم على الاهلي على مستر فايلر، هو انت النهارده لما تجيب لعيب في النادي الاهلي معناه ان اللعيب ده امكانياته ايه؟ طبعا اعلى لاعب او اعلى مستوى موجود في مصر، هو لازم يعرف كده طبعا، ان انت في اي وقت انت زي الجندي اقول لك انزل تبقى مستعد شايل سلاحك يعني ايه تعيش حياه المحترف اكنك بتلعب، واقول له كده واقنعه وادي له برضك منتوشه وديه، لازم اعمل له منتوشه وديه واحسسه بالاهتمام، هو الراجل ده بيعمل كده، بس الراجل ده عامل حاجه غريبه جدا. ايه بقى الحاجه الغريبه؟ ماتش الاعلاميين اولا ما وقفش يوجه، وقعد في المدرجات فوق، مفيش واحد قال للعيب العب كذا ويلعب كذا ويلعب كذا، ودي حاجه كانت غريبه بالنسبه لي جدا. انا عايز اقف بس مع حضرتك في الحته دي، طب ده معناه ايه؟ يعني بالنسبه لي لما حضرتك قلت لي كده فالراجل عايز يشيل الضغط من على اللعيبه وعايز كل واحد يطلع احسن حاجه عنده، هو ده صح كده؟ هو ده يعني انا بفهم كده صح، هو لعيب تحت اختبار، هو حاسس ان هو بيختبره بدون توجيه، لو غلطت هو شايفني مش هيقول لي اعمل كذا، مش هيقول لي روح كذا اقف كذا، يعني حضرتك مستر ريني فايلر ما كانش موجود على دكه خالص في ماتش الاعلاميين، كان موجود في المدرجات، ما وجه حتى المساعد اللي كان معاه، وبعدين لما يطلع المدرجات بيشوف احسن طبعا، كل ما تشوف اللعيب من فوق بيبان شكل عارف ده. طبعا المحللين الاداء كل الماتشات ياخد كاميرا الوايد اللي بلاي ستيشن اللي بيكشف الملعب كله، انا لما بروح يبدا ان هو يتفرج على الملعب، انا لما بروح اشوف لعيب لازم اطلع فوق اشوف تحركاته التغطيه العكسيه، ولما تيجي تعمل سكاوتنج على فرقه ايوه تطلع فوق عشان تشوف طريقه اللعب وشكل اللعب، لو قعدت كده مش هتشوف كويس، ما بيبقاش الملعب واضح بالنسبه لك، عشان كده كابتن بنقول دايما ان التلفزيون مش بيبين كل حاجه، علشان كده لما حد بيكون
عايز يتعاقد مع لاعب شوف ملعب بيجي له الملعب. يعني تريزيجيه لما كانوا عايزين يتعاقدوا معاه في استون فيلا ما اتفرجوش على الهايلايتس ولا اتفرجوا عليه في الفيديوهات، لا دول جم هنا موجودين في استاد القاهره في الملعب علشان يشوفوا تحركاته، بيتحرك ازاي، بيستلم ازاي، وكمان بيتابعوه بيسلم ازاي، بيتابعوه فترات طويله لان اللعيب في الكوره بيتعرض لمواقف كتيره مش ماتش واحد. كل ماتش وليه موقف. طب الموقف ده بيعمل ايه؟ طب الموقف ده بيعمل ايه؟ طب الفرقه الجامده دي عمل ايه؟ طب الراجل اللي بيلعب عليه عمل ايه؟ والراجل اللي بجنبه ده عمل ايه؟ بتبقى فترات طويله ما بياخدوش القرار سريع ومتسرع يعني. وبيقيموا على الاساس ده لان طبعا بيبقى في لجان بتعمل يعني حصر اللعيب وامكانياته وسرعاته وتفكيره وحاجات كتيره يعني. طيب بطوله الدوري هو بطوله افريقيا، عايز اتكلم في يعني في كل واحده على حده كده يا كابتن ناجي. بطوله الدوري هل حضرتك شايف ان هي الاهلي ما عندوش مشاكل فيها وان الاهلي ماشي يعني 41 بطوله بدون اي مشاكل بسم الله ما شاء الله؟ المشكلة ممكن تكون في بطولة افريقيا، النادي الاهلي بعيد عن بطولة افريقيا من 2013، بتكلم على الفوز 8 بطولات افريقيا وبيدور على التاسعة. لو كورة هتكسب كورة، هي المشكلة بره. طيب خلينا نتكلم على كورة. يمكن يعني البطولة الأخيرة كانت بطولة محزنة بالنسبة للنادي الاهلي عشان الخروج مكان غير لائق بالنسبة لأداء النادي الاهلي، لكن هل حضرتك شايف ان النادي الاهلي ايه اللي بينقصه علشان يفوز ببطوله افريقيا؟ وهل ده اتحقق ولا لا بوجود لعيبه ووجود جهاز فني؟ البديل كمان. عندك البديل الجاهز، واعتقد ان المدرب ده فاهم، بيدرس، بيقرا، بيتابع جامد جدا، مركز، بيشتغلوا كتير قوي. اللي انا اعرفه وسامعه ان الناس دي بتشتغل كتير قوي، ما بيريحوش. هو مش جاي فسحه ولا جاي ان هو يعني يقبض وخلاص، هو جاي يشتغل. هو بيشتغل وعنده رؤيه. وبعدين ما بيتكلمش كتير. ما هو اللي اتكلم كتير ما يشتغلش خالص. هو راجل جاي يشتغل. وانا شايف ان بطوله افريقيا هتبقى اسهل لنا من بطوله الدوري، لان بطوله الدوري مش في الملعب، كل الشغل بره الملعب. بطوله الدوري بتاعت مصر بره الملعب، بره الملعب كل الشغل بره الملعب. هي اتحولت بره الملعب كله للاسف، كله مش مركزين في الكوره، الناس دي مش مركزه في الكوره. عشان كده ممكن نقول ان الكرة في مصر في الدوري المصري بدأت تفقد المتعة والإثارة والجمال اللي احنا بقينا او اللي احنا كنا بنحسه زمان. يا سيدي كسبني في الملعب، تكسبنيش بره الملعب، لان انا مش زيك بره الملعب، انا حاجة وانت حاجة تانية خالص خالص، مفيش مقارنة. انت اكسبني في الملعب، عايز تكسبني انزل الملعب واكسبني فيه. انا رئيس النادي عندنا من احسن لعيبة الكرة اللي جت في مصر وفي العالم. وبعدين تقول لي مش عارف ايه، ده احسن لعيب كوره جابته مصر، مش بتكلم من يعني عصافير الكاف. انا شفت مهاجمات الكاف عصافير يعني، يعني راجل موجود في كل المحافل الافريقيه اللي بس فيه. دي اللي مجننه الناس. ما ده واد خطيب، تتكلم على مين؟ تتكلم على الخطيب. انت بتتكلم على مين؟ اول لعيب في مصر خد كاس الكره الذهبيه. طب سؤال، انت اتفرجت على كابتن خطيب؟ لعيب فاز كان زمان، هو كان معاص، كان بينام جوه في اوضه اللبس بتاعت النادي جوه. كان مثلا واحد كان الحنبله الله يرحمه كان يجي بيعمل ليمونه بتاع، يحذف الليمونه كده يوقفها كده وهو نايم ويعملها كده وينطقها كده، تجي لك جنان يمسك ازازه الكاكولا يقعد ينطقها كده ويعملها كده. وبعدين حضرتك شفت الحاجات دي يعني؟ طبعا قدامك يعني، مش بتحكي حاجه لا لا حد حكاها لك. لا لا خطيب في ميزه كمان، ما بيتكلمش كتير خالص في اي وقت، هو لعيب او هو حتى عضو مجلس اداره او حتى نائب رئيس. وانا مستني لو كم ساعات كان بيقعد احتياطي كنت خارج من اصابته، عمره ما اتكلم. ما هو اللي بيتكلم كتير ده ما بيعملش، ما بيشتغلش، اللي كلامه كتير فعلا. وبعدين هو كمان عنده ميزه ان ربنا موفقه، كان بيجيب جوان بطريقه فظيعه. ويعني ده جاب جون في تونس، انا مستني ده يعني من احسن الاجوان جت في الكره العالميه. فيرست تايم ولا اني واحد؟ لا خدها كره جايله فمختار علي خليل قطعه وداها المختار، ومختار مشي ولعبها له، فهو جري كده الكرة بقت وراها، خدها بكعبه كده عدت السيرفي باكين وجابها جول. خدها بكعبه من هنا كده، خدها كده عدت حاجه صعبه جدا. ده من احسن الاهداف اللي شفتها الكابتن خطيب في حياتي. اهداف ثانيه من لا من احسن الاجوان اللي شفتها للكابتن الخطيب في الكوره، من احسن الاجوان اللي جت في الكوره. في جون جابه في المحله خدها من فوق سعيد عبد الجبار، سعيد عبد الجبار كان جامد جدا الكره كده، راح واخدها كده وراح واخدها فيرست تايم حاجة مشت على الأرض جون، كسبناهم 4 كان في نهائي الدوري. لا جاب جوان عالمية، وفي جون جابه يعني من أول ناس قطع في البعيدة وراح جايبها بكعبه. وماتش أفريقيا كان نقول أنطوي ده حاجة باتكال قوي، قطع محمد عامر عملها بالعرض وراح قطع وعاملها كده في سرعتها ما لحقهاش جون. لا هو عنده إمكانيات.
طبعا طبعا. وكان عنده امكانيات بدنيه كمان كويسه كابتن خطيب، بدنيه، لكن كان حظه وحش مع الاصابات شويه. لا هو اصله مشكله كابتن خطيب كان عنده بيوصل للكره هنا، عنده مرونه في المفصل، فرجله ما شاء الله كانت بتوصل. بعد كل الصور اللي بنشوفها للكابتن خطيب وهو بيلعب دايما بيكون فارد رجليه. لما توصل برجليك كده بتبقى الجزء ده ضعيف، اي خبطه هنا بتاثر. وهنا ما شاء الله بقى الخطيب ده مره بوبو يعني كان ناقص يجيب سكينه وموته. اه والله كابتن بوبو الله يرحمه يعني تحت. اه والله العظيم يعني دخل برجله هنا يعني حاجه. لا كان بيتضرب ضربه غير عادي صعب. طيب انا طبعا محمد محمود واحد اكيد من اللعيبه اللي عندها مستوى رائع جدا، واللي دايما يعني كابتن ايه حضرتك عارف ان هو حاليا في يعني فتره صعبه جدا في حياته، لسه راجع من اصابه، عنده حلم انه يكون موجود في بطوله افريقيا، لكن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله اعلم انتم لا تعلمون. يعني رساله حضرتك، بما ان احنا بنتكلم على النادي الاهلي وبنتكلم على الاصابات وبنتكلم على كابتن خطيب وحجم الاصابات اللي كان بيتعرض ليها وحجم الضرب اللي كان بيتعرض ليه خلال المباريات، وبالتالي محمد محمود اصابته الاخيره اكيد حضرتك زعلان زي ما احنا كلنا زعلانين، لكن الدعم اللي شايفه وحب الناس اللي شايفه ده كابتن يعني اعتقد ان هو يكفيه بنسبه حتى لو 50%، رغم ان هو ما لعبش. فانا كنت لسه بقول انه ما لعبش واخد كل الحب، والجمهور بيحبه جدا. وبعدين هو الولد لما تقعد تكلمه ولا تقعد تسمع له، ولد حبوب جدا وتلاقيه لطيف وعنده، وبعدين لعيب كرة عالي قوي، لعيب كرة يعني اللي كان هيفرق، بس قدر الله ما شاء فعل يعني. بس برضك يعني الرباط الصليبي بقى زي زمان يعني انت اكن جالك مثلا عندك كاوتش فسك فرد الكاوتش الثاني هتعملها وتمشي وتبقى 100 فل يعني حسني عبد الله عمل 3 رباط صليبي ولعب، كان بيلعب قريب وكان يقدر يلعب لحد دلوقتي لولا خلافه مع اداره الاسماعيلي. فربنا يكرمه يا رب ويرجع تاني بالسلامه ويرجع اقوى من مكان باذن الله. هو عنده عزيمه الولد يعني بإذن. طيب عايز اسال حضرتك على العامل النفسي اللي موجود مع محمد محمود، ازاي يتم التعامل معاه نفسيا، حتى مش هو بس، ممكن نتكلم على العامل النفسي بالنسبه لكل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، عشان كره القدم حضرتك ما بقتش لعبه بس، هي بقت علم، بقت دراسات. ازاي اللاعب ممكن نتعامل معاه نفسيا، حتى اللي بيلعب واللي مش بيلعب، اللي بيلعب ازاي نتعامل معاه نفسيا علشان خاطر ما يتغرش وما يخشش. وانا بلاحظ ان كاب صلاح حفيظ بيقوم بدور ده كويس قوي قبل برضك اللعيب، انا بلاحظ عارف يعني. ساعات تروح له تلاقيه قاعد مع لعيب فلاني، لعيب كان عنده مشكله، وبعدين تروح قاعد في المكتب عند الكابتن صلاح حفيظ، المدرب قاعد مع محمد محمود مده طويله بعد الاصابه، الجمهور لما راح له رفع معنويات رهيبه. يعني يدي احساس للولد. شفت الفيديو يا كابتن ناجي؟ لا ما شفتوش، بس انا سمعت يعني بيديك معنويات عاليه جدا زي مؤمن زكريا. يعني انا مثلا مؤمن زكريا هيرجع ما شاء الله اقوى من مكان، برضك من العامل النفسي والجمهور وراه والناس وراه، ربنا يكرمهم يا رب باذن. العامل النفسي مهم جدا، والمدير الكوره والمدرب لازم يبقى عندهم قدره على معامله نفسيه، مش كل اللعيبه زي بعض. لو سالتك التناجي قلت لحضرتك مين من اللعيبه اللي حضرتك متوقع ليها الموسم ده تكون مفاجاه بالنسبه للجمهور، او ان هو بلاش مفاجاه، ممكن مفاجاه، او ان هو هياكد على تالقه خلال المواسم اللي قبل كده مع النادي الاهلي، والجمهور اكيد هيكون مقتنع بيه ويكون حبوه كمان. مستر فايلر هيطور من اداءه وهيشتغل عليه. اثنين، اول واحد انا عارفه رمضان صبحي وحمدي فتحي. طب شفت انا عارفه وحمدي فتحي. لا انا مبهور في المده القصيره دي بالتطوير اللي حصل. مبهور طبعا، اكتر من مبسوط كمان. لا مبهور، هو ناقصته حاجه واحده بس، رمضان يلعب بدماغه، لما يخش ورا راس الحربه زي ما بيخش كده يقطع يلعب بدماغه. طيب حضرتك قلت حمدي فتحي يا كابتن، اشمعنى حمدي فتحي؟ حمدي فتحي تعرف لما واحد بيغني مثلا في المولد كده، تمام سوري يعني سوري بالتشبيه. لا لا انا مش عارف عشان كده بضحك. وبعدين تجيبه يروح مغني في الاوبرا تلاقي صوته رهيب. يعني صوته حلو وصوته وحش؟ لا صوته هايل، بقول لك انا ما اعرفش عشان كده بسال. لا امكانياته هايله، امكانياته بس امكانياته يعني واحد في المولد تيجي يغني في الاوبرا امكانياته اللي هو امكانيات بتكون جامده جدا بس مش عارف يشغلها صح، ما حدش حاسس بيه بالظبط كده. هو كمان الفرقه والضغط، اصل لعيب ايه؟ انت ساعات تجيب لعيب من حته وكل لعيب مكسر الدنيا ويجي النادي الاهلي تلاقيه خد غطس. ليه؟ ما بيستحملش ضغوط، ما فيش شخصيه، وعنده امكانيات في الكوره، لكن دي مش مساعداه ان هو يبقى لعيب كوره كويس. حمدي عنده دي، تلاقيه عنده شخصيه وبياخد الكوره اكنه بيلعب في النادي الاهلي بقاله 5 6 سنين. طيب تعالى اخش معاك لملف سخن شويه، هو ملف تاجيل مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك، و
الاهلي كان هيلعب ماتش الجونه، النادي الاهلي طلع بيان قال لك انا مش هلعب ماتشات في الدوري غير بعد الماتش الاهلي وزمالك، وده حاجه انا مش بفرض على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو اللي قال ان ماتش الاهلي وزمالك في الجوله الرابعه، وقال ان مفيش ماتش هيتاجل، ليه الماتش اتاجل وليه اتلعب مكانه الزمالك والمقاولين؟ فالاهلي قرر ان هو ما يلعبش، وبعد كده الدوري اتاجل بسبب الازمه. هبدا معاك من الاول، رايك مبدئيا في تاجيل ماتش الاهلي وزمالك؟ طبعا مش مظبوط. ليه؟ اقول لك ليه. مش في دواعي امنيه؟ لا، ما انا اقول لك على حاجه بس. هو الامن ما شافش الجدول؟ هو جو الامن باع الجواب؟ لا، الامن ما شافش الجدول. طب انا بقول لحضرتك هو الامن باع الجواب؟ لا لا، سيبك من كده بقى، لما يطلع النهارده ماتش الفرقه السنغاليه دي وتعمل يوم 24 ورئيس الزمالك يطلع بنفسه في قناه الزمالك اللي هي قناه الزمالك اليوم ويحلب بالطلاق انه مش هيلعب ماتش الاهلي وماتش الاهلي يتاجل، خلاص؟ وتيجي الماتش يتاجل تقول انت ايه؟ ماشي، هقول ان رئيس النادي هو اللي اجل الماتش. تمام، مش الامن. انت طيب طيب، هل حضرتك شايف ان تاجيل ماتش الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك لصالح الزمالك؟ طبعا. تمام، لصالح الزمالك. طيب الحاجه الثانيه، هل حضرتك شايف ان اصلا ان انا اجل ماتش وان انا العب في نظام المسابقه كله يفرق ايه عن السنين اللي فاتت، وايه اللي هو هيتغير ما دام ما فيش حاجه اتغيرت؟ ما انت عملت ما هي هي انت عملت. طيب ايه ايه الفرق؟ ما فيش فرق. الجمعيه اللجنه دي زي اتحاد الكره اللي مشي بردك، نظام بوس على دماغه والعرب والبتاع والقعده وهنأجل هي نفس الحكايه. يعني قلنا توسمنا خير في الشباب واستاذ الجنايني وتوسمنا خير، طلع الكلام كله فنكوش. طيب شايف الاهلي بقى، واول خطوه ان اخدها قال مش هلعب ماتش الجونه غير لما العب ماتش الاهلي، وتمسك بموقفه. وناس تقول بقى ايه يعني، عشان بس دي نغمه دايما بتثار على السوشيال ميديا من قبل الجمهور الاهلاوي، وانا مش عايز الجمهور الاهلاوي بصراحه يفضل يقولها، يقول الاهلي مشى كلمته والكابتن الخطيب مشى كلمته، الكلام اللي حضرتك عارفه ده. وهي في الاول وفي الاخر هي اصول وادب، ودايما ما حدش بيقدر يمشي كلامه غير من خلال الاصول ومن خلال القواعد المحطوطه. هو وزير الشباب يعني استاذ اشرف صبحي لو مش عارف قيمه الاهلي وان الاهلي على حق، بالظبط دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها، ان الاهلي على حق طبعا، عشان كده الاهلي اتمسك بموقفه، لكن الاهلي ما اتمسكش بموقفه هو مش على حق. رئيس الزمالك طلع قال انا مش هلعب ماتش المقاولين وحلب بالطلاق وحلب بالطلاق على ماتش ولعب، ما حدش بيقول ليه كده. طيب طيب، عايز حضرتك عشان خاطر نقطه مهمه حضرتك قلتها، زياره سياده الوزير للكابتن محمود الخطيب في المنزل علشان يطمن على صحته، ده مبدئيا. وتاني هام طبعا علشان يتناقش مع الكابتن خطيب ومجلس الاداره اللي الكابتن خطيب استدعاهم علشان يكونوا موجودين، وان هم يتناقشوا في حضور المجلس ككل وياخد رايهم قدام معالي الوزير في القرار اللي الاهلي وصل ليه. هل حضرتك شايف ان دي بتدل على ان الاهلي عائله واحده وان الاهلي مجلس أهلي واحد ولا يمكن الاهلي ياخد قرار منفرد؟ لا طبعا، احنا عندنا مجلس اداره يعني كلهم بيتكلموا باسم النادي الاهلي، مش واحد بس اللي بيتكلم. كابتن الخطيب ما بياخدش قرار لوحده. صح. وليه طول عمرها في النادي الاهلي. كابتن صالح نفسه وكابتن صالح، كابتن حسن حمدي، والكابتن الخطيب طبعا عاشر الناس دي وعارف اللي بيحصل في النادي، وانا بقالي 50 سنه 55 سنه في النادي الاهلي، عارف ما فيش حد بياخد قرار لوحده في النادي الاهلي. احنا عندنا مجلس اداره وكلهم محترمين وكلهم عندنا وزير سابق وعندنا الدرندال ومرتجي ناس قديمه ورانيا، كل دول قدام في المجلس. يعني عارفين نظام النادي الاهلي. كابتن خطيب ما قدرش ياخد قرار فردي. طيب عايز اسال حضرتك، بس انا عايز اقول على حاجه. الوزير يعني كان لازم الموضوع ده يتحرك بدري، ما يبقاش يستنى لما الاهلي يطلع بيان يقول انا مش هلعب ويعمل مشكله. ما هو صدر مشكله مش عارفين يحلوها. فانت ليه ما تاخدش قرار اول ما يقول الماتش اتاجل تروح متدخل؟ ولا الكلام مش مظبوط كده؟ يعني هو المفروض كان ياخد الوزير يتحرك اول ما عرف ان الماتش اتاجل. طيب عشان الوقت بيجري معانا، عايز اروح مع حضرتك للمنتخب واختيارات المنتخب. البعض بيقول ان في لعيبه ما تستحقش ان هي تكون موجوده، البعض بيقول ان المدير الفني دايما بيبص على اللعيبه بشكل عام ملوش علاقه بادائه مع ناديه. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ان الكابتن حسن شحاته في 2006 لما استدعى محمد عبد الوهاب ما كانش هو الظهير الايسر الاساسي للنادي الاهلي، كان جليبرتو هو الظهير الايسر للنادي الاهلي، لكن الكابتن حسن شحاته كان مقتنع بامكانيات محمد عبد الوهاب الله يرحمه. وجد. طيب راي حضرتك ايه في بعض اللعيبه، مش عايز اقول احدد اسامي عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنقول لعيبه معينه، اختيارات والمرحله اللي جايه، وشايف ان كان في لعيبه ممكن تستحق ان هي تروح المنتخب؟ اقدر واحد على انه يختار اللعيبه، وانا كابتن حسام عنده امكانيات كويسه في الكوره وراجل بيفهم، مش هياخد لعيب مش هيفيده ابدا.
بس هو بردك بياخد اكبر قدر من اللعيبه عشان يقدر يعمل الوصفه كده ويطلع اللي هو عايزه. في لعيبه ساعات بيبقى في شك فيها. انت يعني ايه هيزيتيتد، ما بتتفرجش عليه قوي، عارف ان هو كويس بس مش عارف لما تجيبه ويشتغل معاك وبتاع تعرف هو كويس ولا وحش هتقدر تاخد القرار. يعني حضرتك شايف ان كهربا اختياره للنادي لمنتخب مصر هو قرار بالنسبه للكابتن حسام بدري؟ كهربا مش معاه باسبور مصري. يبقى من حقه ان هو يروح. تمام، لكن 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 طبعا كهربا زي ما بقول لحضرتك مش شرط ان الكابتن حسام يحكم عليه من خلال وجوده في النادي، هو ممكن لاعب يكون مقتنع بامكانياته وقدراته وبالتالي هو. كابتن حسن شحاته خد الحضري وهو بعيد عن النادي الاهلي، سام النادي الاهلي وبيلعب في 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 نادي في سويسرا. عشان خده مقتنع ان هو ده احسن جول. وبالفعل اخذ 2008 احسن حارس واخذ 2010 او اخذ 2010 احسن حارس في افريقيا كمان واخذ البطوله. طيب يعني شايف ان في لعيب ممكن يكون اتظلم ان هو ما راحش المنتخب وكان يستحق فرصه ان هو يكون موجود في المنتخب؟ لا، هو ادى كل اللعيبه اللي ممكن تروح المنتخب، خد كل اللعيبه اللي تروح المنتخب. كل طيب. اللعيبه اللي عندها امكانيات تروح المنتخب خدها. طيب عايز في النهايه طبعا عايز حضرتك يعني رسالتين، رساله للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه توجهها ورساله لمنتخب مصر توجهها. نبدا الاول بالنادي الاهلي. هو انا النادي الاهلي انا يعني نفسي النادي الاهلي يستمر طول عمره على المبادئ والحاجات اللي هو ماشي عليها. الدنيا ما تتغيرش بالنسبه له. المجتمع بيتغير والكلام بيتغير والنادي الاهلي هو النادي الاهلي. وده طبعا بشوفه في القناه. محدش بيستفزنا. يعني مبسوط مننا؟ طبعا محدش بيستفز القناه. يعني ممكن واحد يقعد يشتمك وانت ما تردش عليه. لا ولا هنرد. ما بنردش، احنا جايين نشتغل وجايين نشوف. بس هو يعني شغلنا ونشوف ادائنا الاعلامي ونقدم حاجه للجمهور. خلي ردنا في الرياضه في الملعب، هو ده الرياضه، هي دي الرياضه، التنافس وليست خصوم. طبعا نقطه مهمه جدا الكابتن خطيب طبعا اتكلم فيها. طيب منتخب مصر رساله للمنتخب خلال الفتره اللي جايه قبل استعدادات وتصفيات امم افريقيا المؤهله ان شاء الله، وكمان عندنا كاس عالم بعديها، وبالتالي عندنا يعني مراحل مهمه جدا جدا. هو الناس بتقول ان المجموعه اللي فيها مصر سهله، مفيش حاجه اسمها سهله في الكوره دلوقتي. انت شفت بطوله افريقيا الاخيره لعيبه فرق ما حدش يسمع عنها. شوف المستوى، لان كل الفرق بقى فيها محترفين وعلى مستوى عالي جدا. فما حدش استهتر، فانا ارجو ان منتخب مصر يركز في الفتره الجايه وما يستهترش بالفرق اللي هيلعبها. معلش سؤال مهم جدا عايز اساله لحضرتك قبل ما اختم معاك. اتفضل. شاره القياده صلاح وفتحي، فتحي وصلاح، مين الاقدر بقياده فتحي. المنتخب الوطني ليه؟ فتحي الاقدم. وبعدين انت لو خدت طيب لو ما قلناش الاقدم، لو قلنا على مستوى منتخب مصر مين؟ يعني حضرتك نسيبنا من موضوع الاقدميه ونقول ان فتحي راجل لاعب منتخب مصر ولاعب منتخبات. تمام. اصل هيقول لك الاقدميه، طب ما بره ما فيش اقدميه. طيب بس بره في حاجه اسمها تصويت وفي حاجه اسمها شخصيه وفي حاجه اسمها ان لاعب ما ينفعش اجي جنبه. هو بره بياكلوا باميه؟ لا ما بياكلوش باميه، بياكلوا ملوخيه. سلام. احنا هنا عندنا حاجات يعني ما تقدرش في كل حاجه. طب لو فتحي مش موجود واحد. لو فتحي مش موجود مين كابتن منتخب مصر؟ محمد صلاح؟ افتكر. طيب يعني حضرتك خلاص نتفق ان مع وجود عبد الله السعيد. طيب يعني حضرتك مع وجود احمد فتحي مفيش حد كابتن يجي بعد احمد فتحي. انا عايز اقول لك على حاجه. كسر النفس وحش. صح. يعني انت لما تيجي النهارده تاخد الشاره من احمد فتحي تديها لمحمد صلاح، حتى محمد صلاح ما اعتقد ان هو ما يقبلش. انا قلت حضرتك نهايه الازمه ان محمد صلاح يطلع يقول انا لن اقبل بشاره القياده في ظل وجود احمد فتحي. اعتقد ان هو قال كده. صح؟ هو اللي ما كانش المفروض تتعرض. يعني ازمه بدون لازمه. انت بتعمل ازمه ليه؟ بتكسب. هل ان انا عايز ارد محمد صلاح بعد موضوع ازمه التصويت الاخيره؟ ممكن يكون هو ده عشان احاول ارضيه، عشان هو ما كانش موجود والعلاقه متوتره في الفتره الاخيره بينه وبين الاتحاد المصري. تليفون صغير يا كابتن من كابتن حسام البري ينهي الموضوع ده مع محمد صلاح. يعني محمد صلاح افتكر عنده نفسيته كويسه، ولد مؤدب، يعني هو نفسه مش هيقبل ان احمد فتحي يتاخد منه شاره الكابتنه. اعتقد يعني. والله اعلم. طيب كابتن ناجي خليل يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، استمتعت جدا بارائك وبكلامك. الله يخليك ودايما تكون موجود معانا كابتن ناجي. باذن الله. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكر افضل. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن ناجي خليل عضو لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي، لسه مستمرين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ رضوان الزاتي، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه مع الناقد الرياضي الكبير وعضو البرلمان المصري الاستاذ رضوان الزيتي. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ منور. تعيش نورك والله.
لسه كنت بتكلم مع حضرتك يعني قبل الهوا ان احنا ان انا قريت كده على يعني قرارات من حضرتك ان حضرتك لن تترشح مره اخرى لعضويه مجلس الشعب، يعني سريعا كده عايز اعرف الاسباب. والله هو طبعا الاسباب انت عارف الفتره اللي احنا دخلنا فيها مجلس النواب ديت كانت اصعب فتره في تاريخ مصر. وانا على عكس كل الناس كلها محمله على النواب، بيقول لك النواب ما عملوش حاجه، ما حققوش اراده الشعب، ما عملوش للناس، مع والكلام ده غير صحيح. مجلس النواب اللي جه ده جه في اصعب مرحله في تاريخ مصر. 2015 يعني هو بدا بالظبط، احنا اول جلسه كانت 10/1 2016 كويس. الفتره ديت كانت الدوله بتتبني امنيا يعني، كان في فتره اصلاح اقتصادي يعني، كانت من اصعب الفترات اللي هي تحمل فيها النائب ضغوط الشارع الشعب وضغوط الحكومه. ايه ضغوط الحكومه؟ اللي هي الاصلاح الاقتصادي، قرارات الاصلاح الاقتصادي، تعويم الجنيه ومش عارف ايه، ورفع الدعم عن الوقود والكلام ده كله. فطبعا دي اصعب مرحله. الشارع طبعا كان عاوز الدنيا تمشي كويسه والامور تتحل والاسعار ترخص والكلام ده كله طبعا. فاذا انت جيت في اصعب مرحله في اصعب وقت، والحمد لله انا اشتغلت في الدائره بتاعتي واشتغلت وعملت طلبات احاطه واسئله ورقابه وتشريع، وكنت في اللجنه السداسيه بتاعت قانون اللي عملت قانون الرياضه، حضرتك تعرف طبعا. ما انا عشان كده بقول لحضرتك ان صوت رياضي يعني الحمد لله انا عملت مجلس شعبي. بس هو المرحله اللي فاتت دي كانت مرحله صعبه جدا علينا كلنا، على البلد كلها. فانا بحرر نفسي من الضغوط والقيود، وخصوصا الفتره اللي جايه دي فتره بقى الاستعدادات للانتخابات الجديده. فانا قلت ان انا اريح نفسي خلاص من الضغوط ديت، وان انا خلاص بقى وهشتغل بكل القوه وبدعم الدوله وبدعم الرئيس، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي ده يعني انا بعتبره هو العمود بتاع هذه الدوله، يعني طبعًا الركن الركين بتاع الدوله. طبعًا انا بقولها كده، شوف بقى طبعًا انا بقولها كده وانا مش محتاج حاجه طبعًا، مش عاوز حاجه من حد، لا صح صح، ولا عاوز انتخابات ولا عاوز اي حاجه. انا بقول شهاده شهاده حق وشهاده للتاريخ ان هذا الرجل، وبقولها شهاده بقى مش مجروحه يعني، شهاده راجل. لا انا عندي بقى خلاص طموح سياسي ولا حاجه، لا انا راجل اعتزلت السياسه من اكتوبر اللي جاي ان شاء الله 2020. فاذا هذا الموضوع انا بقول شهاده ان هذا الرجل، يا ريت كل الناس بقى في الوزارات وفي المؤسسات يبقى في واحد زي عبد الفتاح السيسي. طبعا يعني ربنا يوفق حضرتك خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله يا رب، ونتمنى لحضرتك كل التوفيق والنجاح. لكن الملف الرياضي اكيد ملف يعني في الفتره الاخيره في بعض الازمات ممكن يكون مشتعل شويه، لكن عايز اعرف تعليق حضرتك ورؤيه حضرتك للملف الرياضي بشكل عام، بالاخص لعبه كره القدم، ازاي حضرتك شايف الملف؟ انا طبعا انا هوجه رساله شكر في البدايه كده لاشرف صبحي، وخلي بالك الكلام اللي انا هقوله النهارده ده ما فيهوش مجامله لحد ولا هيبقى فيه مجامله لحد. وانا طبعا انت عارف ان انا ما بجاملش اساسا يعني صح. الدكتور اشرف صبحي تصرف، طبعا اتقال ان هو ازاي وزير الشباب والرياضه يروح للكابتن خطيب في بيته، كلام خايب يعني طبعا، كلام مش فطبعا وزير يروح لرئيس النادي الاهلي بيزوره زياره، طبعا الراجل في ظروف مرض ده شيء عادي، في ازمه طبعا، وازمه كان كل الناس بتقول ان الازمه دي مش هتحل، مش لاقيين لها حل. فطبعا انا بقول ان ده حكمه وذكاء من الدكتور اشرف صبحي. وطبعا ورساله الشكر الثانيه لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب، لان هم تنازلوا عن بعض الامور في سبيل ان الازمه دي تتحل والامور تستقر. وبرغم ان انا غير راضي طبعا عن اللي حصل كله من بدايه من تاجيل مباراه الاهلي والزمالك دي، اصلا ما كانش يصح انها تتاجل في لو حتى في اي ظرف يعني، لان الظرف او الدواعي الامنيه انا ما كنتش مقتنع بيها لحد هذه اللحظه، انا غير مقتنع باسباب تاجيل هذه المباراه. طيب لو قلت لحضرتك يعني مش عايز اتكلم في الملف ده كتير عشان ملف يعني عدى ولا خلاص، واحنا دلوقتي عندنا بطوله مهمه جدا، بطوله أمم أفريقيا للمنتخب الأولمبي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وبالتالي كمان عندنا تصفيات المنتخب الأول المؤهلة لبطولة أفريقيا. لكن عايز أعرف رأي حضرتك يعني، بما أن حضرتك طبعا ناقد رياضي كبير جدا، وبالتالي شايف إزاي تناول الإعلام
الرياضي بشكل عام للملفات اللي بتدور في الوقت الحالي. رأي حضرتك فيهم ايه برضه؟ ده شيء مهم عايز اعرفه من حضرتك. شوف الاعلام الرياضي سواء بقى اعلام مكتوب او مقروء او مسموع يعني كله بيتناول طبعا الاحداث دلوقتي ما بقاش في احداث، خلاص الازمه بتاعت الاهلي والزمالك خلصت ودلوقتي ما قدامناش الا ايه؟ مريحين شويه. المنتخب افريقيا للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. طبعا انا كنت بتمنى ان الاعلام لما يتناول اي قضيه تناولها بحياد كامل وبموضوعيه. ليه؟ احنا دلوقتي ماشيين في اتجاه ان البلد يعني الحمد لله بتشهد استقرار زي ما قلت امني واستقرار سياسي واستقرار اقتصادي، والبلد دخل على مرحله اذا احنا لازم نغير من نفسنا كلنا في كل القطاعات في كل المؤسسات، لازم نغير من نفسنا ونبدا حياه جديده. والاعلام الرياضي هو لازم يعني يبقى فيه نظره اخرى للامور والقضايا الرياضيه، نبقى فيه اصلاح رياضي حقيقي. الاصلاح الرياضي الحقيقي ده بيبدا من الاعلام، خلي بالك من الاعلام. ليه؟ لان الاعلام هو اللي بيسلط الضوء وبيضع، لان اللي بيجي في الاعلام خبراء وفي الناس حتى اللي بتكتب ناس بقى لها سنوات طويله اللي هم خداء اصبحوا خبراء. يعني يبقى راجل اعلامي رياضي بيشتغل بقى له 20 سنه في الاعلام الرياضي، من كتر ما هو بيتناول القضايا الرياضيه والامور الرياضيه اصبح خبير. فاذا انت هنا الاعلام الرياضي هو اللي بيضع الاسس للاصلاح الرياضي الحقيقي ويبدا من عنده، لانه هو المرآه وهو اللي بيسلط الضوء على كل القضايا والامور الرياضيه. فاذا انت احنا عاوزين نبدا، احنا العالم دلوقتي كله بيتجه في الرياضه على الاحتراف، على مفيش حاجه اسمها هوايه دلوقتي. لا تقوليش بقى لا لجنه اولمبيه تمشي بالامور بالطريقه التقليديه وطريقه الهوايه والكلام ده، لازم يعني مثلا الاتحادات الرياضيه الانديه الرياضيه كله لازم يطور نفسه. مش هينفع ان احنا نمشي بهذه الطريقه ان احنا ناس كله بيمشي كده على زي ما الامور تمشينا، لا ده لازم كل الانديه وكل حتى مراكز الشباب لازم تمشي بخطط ولازم تمشي برؤى. يعني احنا ما ينفعش كده ان احنا المنظومه الرياضيه طبعا ده في دور كبير جدا على وزاره الرياضه. طب قانون الرياضه، عايز اقول لك قانون الرياضه مين اللي استفاد من قانون الرياضه؟ كل دلوقتي البعض بيهاجم القانون وهو ما قراش القانون اساسا، لكن هو لو قرا القانون وابوابه كلها حتى بما فيه باب الاستثمار الرياضي، ما حدش فتح صفحه او الباب الاستثمار الرياضي في القانون الرياضه وعرف ازاي يستفيد. ده انت يعني اي نادي ممكن يستفيد من قانون الرياضه ويطور نفسه. يعني ما اعتمدش، ممكن الانديه خلاص ما تعتمدش على الدوله. دلوقتي الانديه اللي ما بتعتمدش على الدوله هم ناديين او ثلاثه بالكثير، يعني او انديه الشركات او انديه المؤسسات. يعني الاهلي والزمالك تحسب، لكن ما تيجي الاسماعيلي بيعتمد على الدوله، الاتحاد السكندري بيعتمد على الدوله، كل الانديه الشعبيه. طب انتوا فين بقى؟ عملتوا ايه استثمار رياضي؟ حد منكم قرا قانون الرياضه؟ حد منكم عمل اداره للتسويق داخل هذا النادي بتاعه؟ حد عمل مشروعات استثماريه داخل الانديه بتاعت؟ هتلاقي القليل جدا اللي هم عملوا الكلام ده. حتى في انديه كبيره مش عايز اسمي اسماء ما استفادتش من قانون الرياضه. فاذا انت المنظومه الرياضيه كلها يعني ماشيه بالعشوائيه فيما عدا يعني انديه مش تعد على الاصابع الواحده، ممكن هم نادي او اثنين، ومع انديه المؤسسات هي ماشيه طبعا، لكن برضو دي انديه مؤسسات برضو ما طورتش، حتى انديه المؤسسات نفسها ما طورتش نفسها. طب مين اللي المفروض، هل الدوله هي المفروض يعني تقف مع الانديه علشان خاطر نتخلص من العشوائيه اللي حضرتك قلت عليها؟ هي الدوله هنا ولا الانديه لازم تشتغل على نفسها؟ الاساس ان الانديه صح، هي الانديه اللي لازم تبدا ولازم تشتغل. هو انا بعمل لك قانون؟ مش انت كنت الاول بتقول طب الاستثمار والقوانين اللي موجوده ما فيهاش يعني طب انت دلوقتي عملنا لك فتحنا لك الباب على مصراعي تاسس الشركات مساهمه، تعمل شركات مساهمه، ممكن تحول فريق كره القدم لشركه، ممكن تحول فريق كره اليد لشركه، ممكن يعني في ابواب كثيره جدا للاستثمار. فاذا انت اللي ما انتش عاوز تشتغل، يعني ما حدش بيشتغل بطريقه علميه ولا بتخطيط علمي في المنظومه الرياضيه. وزاره الرياضه الدور عليها ان هي توضح للناس وتساعدهم. يعني انا بقول برضو ده بناشد دكتور اشرف صبحي ان هو طبعا وهو خصوصا له خبرات كبيره جدا في الاستثمار الرياضي
طب انت برضو لازم وزاره الرياضه لازم يبقى فيها اداره كبيره او قطاع كبير للاستثمار الرياضي، في فعلا اداره للاستثمار الرياضي، لكن هي عاوزه برضو ناس محترفين وعايزه ناس تعمل رؤى تسلط الضوء او تبين للانديه اهميه الاستثمار الرياضي والطرق ازاي ان هو يستثمر في الرياضه، ويتعمل ندوات ويتعمل مؤتمرات ويتعمل الحاجات دي كلها ومنتديات، بحيث ان احنا نوضح للانديه والعاملين في الاوساط الرياضيه، الانديه والهيئات والكلام ده كله، اتحادات رياضيه، لجنه اولمبيه، كله لازم يشتغل في هذا الاتجاه. مش كل حاجه هنقعد نعتمد على الدوله. صح. مفيش رياضه في العالم بتعتمد على الدوله، في خصوصا في الدول المتقدمه في الرياضه. كله دلوقتي كله رعايه، عقود رعايه وشركات والكلام ده كله. لكن انت هتعتمد على الدوله، الدوله مش هتفضل ان هي تصرف على الرياضه الا في قطاع الرياضه للجميع. طيب فندم، نقطة مهمة جدا عايز يعني اروح مع حضرتك ليها، نقطة التعصب اللي موجود. الناس دلوقتي بتتفرج على الماتشات وعلى الرياضة كرة القدم بشكل خاص ورا شاشات التلفزيون، مفيش وجود للجمهور في المدرجات، بالرغم من كده في تعصب كبير جدا موجود في الشارع الرياضي واحتقان في الفترة الأخيرة. يعني عايز اسأل حضرتك عدة أسئلة حول الموضوع ده، أسباب التعصب، مين المستفيد من التعصب، وإزاي حضرتك تنصح السادة المشاهدين والجمهور المصري ان هو ما يكونش فيه تعصب، او يكون فيه تعصب بس باصول وبادب، حتى الاختلاف يكون اختلاف محترم، اختلاف بدون تجريح. حضرتك دلوقتي شايف ان الموضوع بقى فيه السوشيال ميديا خلقت نوع جديد من التعصب اللي بقى عنيف جدا بشكل غير طبيعي، فازاي حضرتك بقى تقول لي يعني سببه والمستفيد، وازاي ان احنا ننبذ التعصب ده؟ شوف، اولا التعصب الرياضي فيه فرق بين اللي هو التشجيع والمساندة والتعصب. وفي كمان يعني بالنسبه للتشجيع والمسانده، ده حق مشروع لكل الجماهير، كل جمهور من حقه ان هو يشجع النادي بتاعه بالطريقه اللي هي تعجبه، بالطريقه اللي هي شايفها ان هي ديت المناسبه ليه، لكن بما لا يمس الطرف الاخر. تمام. طبعا دي تربيه في المقام الاول، يعني احنا يعني انا بقول ان الكلام ده بيحصل فين بقى؟ رقم واحد التربيه في البيت، التربيه في المدرسه. هل الاعلام ليه دور في التعصب؟ والاعلام طبعا، ده الاعلام يعني مهار. الاعلام المفروض ان هو حضرتك يكون ليه دور في الاعلام. بص اقول لك، كلنا خارجين من البيت. يعني شوف، المشجع، الناقد، الاعلامي، الوزير، عضو مجلس الاداره، المدرب، كل ده احنا خارجين من بيوت. يعني فانا بقول لك في الاساس التربيه في البيت، لو الانسان متربي صح في بيته اعتقد ان هو هيمشي صح. دي حاجه في المدرسه. تيجي بقى الاعلام الرياضي، الاعلام الرياضي طبعا بيلعب دور في حته بقى اللي كام في المية صدر ده؟ يعني مش اقل من 50% ولا اكتر شويه؟ لا لا لا، انا ما بقول 50%، اصل دي مسؤوليات. يعني انا مش عايز احمل الاعلام الرياضي كله كل المسؤوليه طبعا، لانه الاعلام الرياضي في النهايه برضو ما بيعكس اللي بيحصل على ارض الواقع. حته ان انت سواء بقى كانت الصحافه الاول، الصحافه كان لها تاثير كبير طبعاً. جدا بعد كده بقى الاعلام، بعد كده مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي. طب انت لو الاعلام، انت بعت الاعلام، طب مواقع التواصل الاجتماعي شغاله اقوى من الاعلام دلوقتي، وهي دي التواصل الاجتماعي دي اسرع من الاعلام، اسرع من اي، يعني هي انا بسميه الاعلام اللي هو الاعلام الاجتماعي السريع جدا. يعني انت ده اي حاجه، تويتر، مش عارف ايه، بوست على الفيسبوك، على بس انت ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يكون ده خلاص وصل للجميع. فاذا انت هي اخطر ما في الموضوع هو مواقع التواصل الاجتماعي. وبعدين في مسؤولين بقى، ما تيجي مسؤولين، ما يبقى المسؤول سواء رئيس نادي، رئيس اتحاد، هنا بقى المسؤول ده بيتحاسب ولا بيتحاسبش؟ ما هو ممكن واحد بس يفسد لك المنظومة الرياضية كلها أو المنظومة الكروية كلها. يعني أنا ما يبقى رئيس نادي يوميا بس. لا أنا بتكلم، لا أنا بتكلم بصراحة، ما يبقى رئيس نادي يوميا بيشتم في الناس كل يوم وما بيتحاسبش. ما فيش أي جهة بتحاسبه في الدنيا. هو الكلام ده أنا الكلام بتكلم غلط؟ لو أنا بتكلم غلط أتحاسب. طيب طب بص على كده، لك علاج عشان خاطر حضرتك، انا عارف ان احنا بنتكلم بصراحه، بس انا مش، لا والله انا ما بص انا ما عنديش مشكله مع حد، لا لا اقسم بالله ما عندي مشكله مع حد، لكن انا بطالب كل مسؤول وكل مؤسسه اللي هي مؤسسه رقابيه، مؤسسه تشريعيه،
شرطة، لجنة أولمبية، مركز تسوية وتحكيم، كل أي حد يغلط. أنا لو غلطت حاسبوني، أنا بقول لك أنا لو غلطت، لو أنا كلامي اللي أنا بقوله ده غلط حاسبني. لا طبعا، أنا بس عايز حضرتك نقطة حضرتك ممكن أستفيد من وجود حضرتك فيها، نبدأ التعصب إزاي يبدأ، وإزاي إن إحنا ننصح الناس اللي موجودة واللي بتتفرج على كرة قدم سواء أهلاوي أو زملكاوي أو إسماعيلاوي، إن إحنا يعني ترجع الأمور اللي سابق عصرها، إن الموضوع يكون عادي جدا ما فيش أي مشاكل. لكن للأسف الفترة الأخيرة زي ما حضرتك شايف إن الانتماءات وبمختلف أنواع أهلاوي وزملكاوي وإسماعيلاوي ممكن يكون في شوية تعصب، لكن الأول كان ممكن كلنا نقعد في مكان واحد نتفرج على ماتش الأهلي يكسب الزمالك يكسب ما فيش مشكله، كلنا بنهزر ونضحك مع بعض شويه. لكن دلوقتي حضرتك الموضوع بقى يعني بقى مقلق جدا، بقى مزعج جدا. انت مش راجل بتهتم بالكره العالميه والرياضه طبعا، الكره العالميه بتهتم، عشان كده انا بتكلم فيها، عشان ما فيش تعصب خالص. لا مفيش تعصب بين ريال مدريد وبرشلونه، لا في بس التعصب يا كابتن، في ليفربول ومانشستر يونايتد، بس التعصب زي ما احنا بس قلنا. بيقعدوا في النهايه بيقعدوا، ده اللي بتكلم فيه، في مكان واحد بس الناس مش بتروح. ليه بقى الفرق بقى؟ الله يكرمك، ثقافه، قبول الاخر. ممكن يقعدوا انت فاكر انه في حد ما بيشتمش في المدرجات؟ لا طبعا في طبعا، في مدريد ولا في انجلترا ولا بس الموضوع برضه بيكون، ولا في ايطاليا ولا الكلام ده كله، صح بيحصل. لكن في النهايه هم بيحترموا الاخر. يعني انا هو متربي صح. انا معلش يعني ما حدش يزعل مني، وانا الكلام ده ممكن يتاخد عليا، احنا ما بنربيش ولادنا صح، لا بنربيهم على انهم يحترموا الاخر، ولا بنربيهم على قبول الاخر، ولا بنربيهم على ازاي هم يتعاملوا مع البشر. يعني انت لو انت مثلا لو جالك حد وقال لك ده ابنك مش عارف ايه حصل في المدرسه، بتروح انت اول ما تتخانق بتروح تتخانق مع مدير المدرسه والمدرس. ما انت مش بتشوف ابنك غلطان في ايه، لا صح. فهو ده تربيه وثقافه، ثقافه مجتمع. بس فإحنا دي حقيقه فعلا. نعم دي حقيقه، نقطه المدرسه دايما الابن لما بيجي يشتكي الاب، والله لو هو لو ممكن يكون ابنك ضرب نص الفصل وبعدين برضه بتروح انت تروح تتخانق معاه، ده جميل ده يعمل كده، ده جميل، لا ده مين ده مين؟ ما انت ما تعرفش، او انت خلاص ده ابنك يعني. انا بقول على كده دايما هم ان دي ثقافه مجتمع وتربيه مجتمع. فاحنا نفسنا المدرسه لما تعلم ان ازاي ان انت ما تنشر رياضه حقيقيه في المدارس. هل في رياضه حقيقيه في المدارس؟ مفيش. ما هو انت لو التنافس الشريف ده بيجي منين؟ انا بتعلم ان انا وانا صغير كده في الانديه، انت بص لا حتى الناس استاذ زودون في نقطه كده عايز اخد راي حضرتك فيها برضو. يعني دايما بيبقى في سياسه احنا بنفهمها للولاد غلط، ان انت ما تخسرش، يعني ما ينفعش تخسر. يعني انا شايف ان ما دي لسه الكلام صح ولا غلط؟ يعني انا ممكن حتى هنا معلش هنا برضه ساعات يتقال هنا في قناه الاهلي دي ملحوظه يعني الاهلي ما بيتغلبش، ما الاهلي ما مش عارف بس لا بس بس طبعا يعني انا كنت لسه اقول لحضرتك احنا مش قصد اللي بيطلع يقول كده ان الاهلي لا يهزم، ان هو لا يقهر، لا الاهلي ممكن لا يكون يهزم، بس نتعلم من الاخطاء اللي خلت النادي يخسر. بالظبط تمام، احنا لازم الثقافه دي نغير الثقافه بتاعتنا. الاهلي بطل كبير وكل حاجه وكل، لكن انت معرض ان هو طبعا وارد جدا، يعني ريال مدريد بيتغلب من طوب الارض دلوقتي، بشر برشلونه بيتغلب تمام، ليفربول بيتعادل. حضرتك جيت على ريال مدريد قوي، حضرتك جيت على ريال مدريد، ريال مدريد بيخسر من طوب الارض. انا مدريد الوحيد اللي حضرتك قلت عليه انا مدريد من طوب الارض. لا انا مدريد لا مش ده ريال مدريد، ما فيش ده ريال مدريد، بس انا مدريدي اساسا. قلت لي برشلونه بيخسر، الاهلي بيخسر من طوب الارض اهو دلوقتي، خسر يعني كان ريال مدريد بيتغلب كده بالطريقه دي؟ لا فبقول لك يعني احنا المفروض ان احنا يعني حته القبول الخساره دي مش الهزيمه، انا ما بسميهاش خساره، يعني انت تخسر وبعد كده هتكسب، والحياه مكسب زي التجاره، مش التجاره مكسب وخساره، صح، والحياه برضه مكسب وخساره. لازم نعود اولادنا على ان هم تقبلوا الخساره، بس لما تخسر تبقى عارف خسرت ليه عشان ما تخسرش الماتش اللي لكن جاي. لكن انت لا لو انت غلبت هموتك. صح، لو انت مثلا حتى ابنه راح يلعب سباحه ازاي تخسر؟ لا مش كده يا جماعه، الرياضه خطيئة. في النهايه تمام. لازم الروح الرياضيه كمان نعلم اولادنا على نبدا مبادئ الروح الرياضيه والقيم. فهي دي حاجات، دي تربيه وثقافه زي ما انت قلت كده، ثقافه مجتمع. وجود السوشيال ميديا زودت التعصب؟ لا السوشيال ميديا اشعلت التعصب، اشعلت مش زودت، اشعلت لا ولعت ولعت الدنيا. ما انا بقول لك انت قبل ما الخبر بيطلع في التلفزيون بيكون في السوشيال ميديا قريته
تفتكر ذاك لو الفيسبوك اتقفل هو وتويتر ممكن ده يقلل التعصب في مصر؟ يعني طبعا انت بتقول حاجه محلها يعني حاجه مش مستحيله يعني. لو يعني حصل لا هو مش ما فيش لو خلاص دي بتاع ده بركان وانفجر وخلاص انتهت ما مش هتقدر ترجعه تاني. ف لا انت تفكر ازاي يعني زي مثلا انت الشائعات موضوع الشائعات ده طب انت الشائعات ديت بتواجهها ازاي؟ ما انت على ما تيجي بقول لك الشائعات طول اليوم شغاله على الفيسبوك شائعات بس الشائعات انت بقى تيجي بقى انت كل بقى شغلك بقى بالليل على نفي 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 يبقى انت ايه هنا الاعلام المرئي والاعلام المكتوب والاعلام المسموع بقى اصبح رد فعل ليه مواقع التواصل الاجتماعي بقينا ناخد حضرتك السلبيات اكتر ما بالظبط ما احنا بنتكلم في لا وبعدين انت كل بتطلع بالليل او بتطلع مش عارف تاني يوم هتقول ايه بقى كده الدنيا وخلاص خربت الدنيا خربت خلاص لكن انت بالنسبه بقى للتعصب الرياضي احنا انا افتكر تجربه حصلت تقريبا في 85 كان حده التعصب بين الاهلي والزمالك زادت وكان ساعتها الدكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه وعملوا ساعتها مباراه سموها مباراه في حب مصر كانت بين الاهلي والزمالك تطالب حضرتك بيها دلوقتي هل ممكن هي طبعا هي دلوقتي يعني اذا كان هو الدوري مش عارفين يلعبوه لكن انت ممكن تتعمل مباراه حتى في عدم وجود لعيبه الاهلي والزمالك في المنتخب بتاع انا مثلا الدوري دلوقتي واقف والدنيا هاديه وبتاع ممكن تتعمل مباراه كده باللعيبه اللي هم الايه مبادره ممكن او باللعيبه يعني اللي موجودين يعني كل فرقه دلوقتي مش عندها مش اقل من 20 لاعب مش كده يعني قاعدين ما بيعملوش حاجه انا برضو يعني طب يعني انت فتره الشهر وشويه ممكن تتناقش فيها نعم؟ مش ممكن حضرتك تتناقش فيها مع سياده الوزير ان يتم ما انا احنا على الهواء بنعرض حاجه زي كده مبادره انتوا انا ماشي شايف قناه الاهلي عامله مبادره كويسه جدا احنا على طول عاملين الحمد لله مبادرات خير ومبينة لا والله لا والله صحيح ده برضو حاجه كويسه جدا يعني ممكن تعمل مبادره تعمل مباراه حتى تعرف لو اتعملت مباراه بين الشباب فرق الشباب في الناديين هتكسر حده التعصب دي يعني الموضوع يبقى كده يعني لا وبرضه زي ما قلت لك العداله طبعا تطبيق العداله العداله بقى في المباريات في التحكيم في الكلام ده برضه انت ارفع مستوى التحكيم طبق العداله في المباريات يعني انت يعني اقل حاجه مثلا بين الانديه الصغيره حتى ما تسيبش الموضوع مش اهلي وزمالك لازم الانديه الاخرى لازم تحس بان هم مش اقل من الاهلي والزمالك ما انا الموضوع مش اهلي وزمالك لا الموضوع رياضه وتنافس شريف وروح رياضيه الكلام ده كله لازم مبدا الحياد مبدا العداله كل الكلام ده هو ده اللي ممكن ياثر على موضوع التعصب ده وحده التعصب اللجنه الخماسيه راي حضرتك في ادائها وتقييمك ليها للاسف ومع احترامي طبعا لاصدقائي في اللجنه الخماسيه فشل ذريع طب ليه فشل ذريع؟ لأن كل الحاجات اللي احنا قلناها ولا انا قلتها معاك هنا قبل كده ما تعملش منها اي حاجه مش معنى مش عشان ان انا طالبت بحاجات لا ده مش انا اللي طالبت بيها لوحدي ده كل الناس طالبت الحاجات اللي طلبت بيها على مستوى الشخصي رابطه الانديه المحترفين مش هتحصل ومش هتعمل اللجنه الفنيه تمام ال برضه بتاع ده التحكيم تمام اداره محترفه للمسابقات تمام كل ده ما اتعملش ما جاش مفيش هل حضرتك شايف مفيش في خطه انت في اللجنه دي عملت خطه لتطوير الكره المصريه يعني انت طلعت وقالت كده ان الكره المصريه مثلا في 2022 هيحصل كذا لا هم اتكلموا على 2026 عشان حضرتك دوري قالوا احنا هنعمل دوري وجدول بس دي النقطه حاجة. دي النقطه يا فندم اللي انا عايز اتكلم فيها هم جايين لمده تقريبا 9 شهور او سنه فهم اتكلموا على المده اللي هم موجودين فيها حاليا لا انت ما مش وطلع رئيس الاتحاد انا عارف انا بقول لحضرتك هم طلعوا عشان كده. انا بس انا بالظبط هو طلع اتكلم وقال ان مسابقه الدوري هتكون منتظمه لكن حصل بعض الدروبات اللي حصلت كل تمام. الكلام ده انا مش جايب لجنه خماسيه ولجنه مالهاش تطلعات انتخابيه ولا عشان تعمل لي دوري لا مش دوري ده ممكن اي حد يقول لكن انا عايز اطور صح كده يا فندم نعم انا عايز اطور مش عايز انظم استراتيجيه النهوض بالكره المصريه ازاي تمام احنا قلنا حاجات محدده ومحفوظه وكل حافظها الرجل الشارع حافظها المشجع الصغير حافظها رقم واحد رابطه انديه محترفين لجنه فنيه رابطه محترفه للتحكيم تطوير المسابقات المحليه تطوير المسابقات المحليه ازاي طول ما الدوري
ماشي بالطريقه ديت مش الدوري الدرجه الاولى بس او الدوري الممتاز بس، دوري الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، بس الدوري الدرجه الثانيه بيكون اقل مشاكل من الاول. لازم يكون دوري الدرجه الاولى مثلا 18 نادي زي دوري الدرجه الثانيه زي الدرجه الثالثه، وبعد كده اعمل مناطق، بعد كده اعمل دوري هواه. يعني حضرتك شايف الثلاث مجموعات اللي في الدرجه الثانيه ده فشل؟ ده كلام فاضي. ده الموضوع ده اللي هي المناطق ديت اللي هو التقسيمه بتاع ابلي وبحري والكلام ده، الكلام ده المفروض يحصل في الدرجه الرابعه. لكن مش في الثانيه. لا مش في الثانيه ولا في الثالثه، انا بقول لك هو دوري درجه اولى. طب ازاي ده يتحل؟ زي البريمير، يعني زي الدوري الانجليزي. بريمير ليج تشامبيون. اديني خطه، قول لي ان انا هعمل الكلام ده من 2025 انا معاك. يعني اعمل خطه، قول لي ان انا مثلا عشان الناس تبقى مش تجيش تقول لي السنه الجايه يا جماعه الدوري الدرجه الثانيه هيبقى 18 نادي، ما ينفعش، لازم انت تعمل لي خطه خمس سنين. ان عشان ما بتنزل انديه وبتعمل النظام عاوز تطبيقه وعايز كذا سنه. بس صحيح السؤال معلش دلوقتي لو عملت كده ما هم هيكون في ضرر على الناس اللي موجودين في اتحاد الكوره، بالنسبه لهم مش هيقدروا، ما هي جماعه وميه وجايبه الناس وبالتالي انا امال انا جايبك لجنه ليه؟ ما انا جايب لك لجنه احسن حد يعني احسن حد يعمل الكلام ده دول بالظبط كده. طيب ما هم ما بيعملوش ليه؟ علشان خاطر ما فيش انديه جابتهم يعني ولا في انديه رشحتهم. صح، هقول لك دول ما بيعملوش ليه؟ ممكن يكون الكلام ده في دماغهم بس مش عارفين يعملوه ليه؟ لان هم مش فاضيين، مش هيقدروا، هو مش عندوش، هو كل يوم ازمه. هو كل يوم ازمه، الاهل والزمالك، إيه الامن، اجل الماتش ده، انقل الماتش ده، إيه ماشي. هم بس دي حضرتك بتكون يعني لا أزمة. هم خلاص استهلكوا في ايه؟ في مشاكل يوميه. فطبعا هم مش هيقدروا، انا بقول لك اعمل دوري رابطه المحترفين ليه؟ عشان تريح دماغك وتشتغل انت بقى على البطولة بشكل عام. اعمل لجنه فنيه ليه؟ عشان تعمل لك المطبخ. هو اي مؤسسه عندها حاجه اسمها الايه؟ بيسموها زي اللجنه الفنيه كده، بيسموها دي المطبخ، الناس اللي هتعمل لك الشغل وتقدمه لك جاهز. انت تصفيه وتطلع بيه قرار. انت واخد بالك؟ فهو اذا انت لما تعمل تجيب لجنه فنيه من الخبراء، يا جماعه اعملوا لنا تصور أو خطة لتطوير المسابقات المحلية. وقدامكم مثلا ثلاث شهور تعملوها لنا عشان هم قبل ما يخلصوا المدة بتاعتهم، أنا أخشى إن هم يخلصوا المدة بتاعتهم والدوري ما خلص. ممكن هم يخلصوا المدة بتاعتهم والدوري بتاعنا ما يخلص. الدوري في دوري بالشكل ده بيبدأ بأربع أسابيع ويقف شهر ونص. سنة ونص يعني موسم سنة كامل. ده دوري إيه ده؟ طيب برأي حضرتك في بطولة أفريقيا اللي جاية، بطولة أفريقيا اللي جاية عندنا يعني بطولة أفريقيا للمنتخب الأولمبي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. يعني مش أنا عايز أسأل عليك السؤال اللي دايماً بسأله، هل البطولة هتكون بعديها نشوف الجماهير بشكل طبيعي في بطولة الدوري ولا الجماهير هناخد أنا أخشى إن هي أخشى إن الإقبال الجماهيري على البطولة ديت هيكون ضعيف. طب ليه حضرتك تخشى من الإقبال؟ ما هو المقدمات، يعني المقدمات يعني أولاً المنتخب الأولمبي ما بياخدش الأهمية او الاهتمام الجماهيري زي المنتخب الاول. نمره اتنين اللي هي المشاكل. طب مش ده دورنا ان احنا نبدا نوعي الجمهور ونتكلم مع الجمهور؟ دور الاعلام. ما انا لسه بقول لحضرتك السوشيال ميديا والصحفيين والنقاد بالظبط، كل ده لازم يشتغل، كل ده لازم يشتغل على القصه دي. وحتى لو تعبئه الجماهير تيجي، حتى لو جماهير بتيجي من المدارس، من الجامعات، من مراكز الشباب، يعني اهم حاجه يكون في وجود. لازم يتحط خطه، لا لازم يتحط خطه برضه لتعبئه الجماهير. انا لازم اكون جاهز، ما استناش هستنى الجمهور هيجي ولا لا، لازم اكون جاهز. انا وزاره الشباب والرياضه تكون مجهزه مراكز الشباب، وزاره التعليم العالي تكون مجهزه الجامعات، وزاره التعليم تكون مجهزه المدارس، كل دول لازم يكونوا جاهزين. لان انت دي بطوله صعبه جدا ومنافسه شرسه جدا، يعني ما كانش هيبقى فيه مسانده جماهيريه ضخمه وقويه للمنتخب ده، لان المنافسين في منتهى الخطوره. غانا والكاميرون ومالي دول مجموعه منتخب مصر. مجموعه قويه جدا 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 يعني. واحنا شفنا انا يمكن ما شفت المباراه الاخيره امام جنوب افريقيا انا شفت شوقي غريب يعني مستريح، ومش يعني حتى الاداء ما كان غير مرضي في المباراه دي، ومع ذلك شفت الكابتن شوقي غريب يعني مستريح. هل هو عنده حاجات احنا مش شايفينها؟ لكن انا شايف وحسب متابعتي للاداء المنتخب الاولمبي في المباراه والاعداد لم يكن بالقوه المطلوبه. يعني رحنا لعبنا مع مدارس اسيويه ومع لعبنا مع تونس تقريبا والجزائر،
لكن كنت عاوز الاحتكاك يكون اقوى من كده بكتير يعني. لكن هو احنا ما قدمناش بقى طبعا فرصه اخرى، لكن انا شايف ان لازم يبقى في تخطيط للجماهير تيجي بالطريقه اللي انا قلتها دي تحسبا لعدم الاقبال الجماهير اللي هو الطبيعي يعني. طيب حضرتك تابعت مباراه طبعا منتخب الاولمبي امام منتخب جنوب افريقيا، طب تابعت ازاي مباراه منتخب مصر امام بوتسوانا للكابتن حسام البدري اول تجربه ليه مع المنتخب قبل ما يروح للاختيارات؟ انا كنت لها وجهه نظر وكتبتها وقلت ان احنا ضيعنا فرصه اللعب مع البرازيل، وطبعا في ممكن ناس تختلف معايا في حته ان احنا لا ازاي الكابتن حسام هيبدا وازاي المنتخب يبدا بمباراه قويه مع البرازيل، وانا قلت برضو ورديت على الكلام ده في نفس المقال وقلت ان انا ما ببنيش منتخب جديد، انا ببني على المنتخب اللي موجود في دعم وفي تغييرات، لكن ده مش معناه ان انا ما العبش مع البرازيل. انا هل انا بستعد لكينيا وجزر القمر ولا ببني منتخب عشان نروح كاس العالم ويبقى شكله كويس في كاس العالم؟ دي نقطه مهمه جدا انا نفسي حد يجاوبني عليها. ما انا بقول لك اهو، يبقى اذا السياسه اللي احنا ماشيين بيها ديت خطا. ويقول لك لا انا ما اقدرش اواجه منتخب كبير زي منتخب البرازيل. ليه؟ هو انت بتبدا من الصفر؟ لا انت ما بتبداش من الصفر، انت بتكمل على اللي سبقوك، لان ما فيش منتخب في العالم بيبدا من الصفر. واللي يقول لك الكلام ده يبقى كلام غير صحيح وغير منطقي وغير مقبول. لان المنتخب بيكمل على اللي قبليه. لان انت المفروض المنتخب بيبني على طول يعني بتجدد بصفه دائمه، هو مش نادي. حتى الانديه انت عارف بتجدد نفسها صح وبتطور نفسها على طول، ما فيش حد بيبدا من الصفر. فاذا انت لما تيجي تقول لي لا اصلا عشان هلعب مع كينيا وجزر القمر لازم العب مع فريق ضعيف وجبت فريق من التصنيف الاخير، طبعا خطا. انت لو جبت لي مثلا لعبت مع نيجيريا لعبت مع الكاميرون هقول لك اه معقول. طب انت كان قدامك فرصه تلعب مع البرازيل. السنغال لعبت مع البرازيل والجزائر لعبت مع كولومبيا. يعني انت اقل من دول؟ لا ما انتش اقل من دول، اذا انت اخطات وانت يعني بتقلل من شان المنتخب بتاعك. هل كل مدير فني بيجي بيفكر ان هو لا انا مش عايز اول تجربه ليا يكون في خساره؟ ده اختلافي، ده اختلافي مع كابتن حسام البدري. صح انا بشتغل على اللونج ران. صح بشتغل على المدى البعيد. تمام انا بعمل انا جاي عشان ايه؟ عشان اروح كاس العالم وعشان انافس على كاس الامم. ما انا مش هعمل كده الا اذا لعبت مع فرق مع المانيا والارجنتين والبرازيل والكلام ده ونيجيريا والجزائر والمغرب والفرق الكبيره. ما عندي مستويين، لازم العب مع منتخبات عالميه ولازم العب مع منتخبات افريقيه قويه. ما عنديش خيار غير كده. لو عملت غير كده يبقى انا بهرج. هو البناء، انت لو ترجع لايام حسن شحاته لعب مع مين؟ لعب مع كل الفرق اللي احنا قلنا عليها دي، لعب مع كل الفرق العالميه دي، الجوهري لعب مع نفس القسم. يبقى اذا انت لما تيجي تستهين وتهين المنتخب بالطريقه دي، معلش في اللفظ يعني، انا بعتبر ان اللعب مع بوتسوانا اهانه لمنتخب مصر الوطني. المفروض انا كنت العب مع منتخب البرازيل. ايه يعني انا زي ما بقول لك كده، انا ما بستعدش لكينيا والقمر، انا بستعد لكاس العالم. لو انا راجل عندي ما اكيد عندي طموحات، ولا ما عندوش طموحات كابتن حسام؟ طبعا عنده طموحات. عنده طموحات. طموحاتك ايه يا كابتن حسام؟ ان انت تاخد كاس الامم وتروح كاس العالم وتلعب كويس، يبقى شكلك كويس في كاس العالم. انا مش هقول لك هتروح دور الثمانيه زي ما حصل من الكاميرون وحصل من السنغال، انا هقول لك انت تبقى كويس، شكلك كويس في كاس العالم، ما يبقاش منظرنا كده يعني 90 كان شكلنا معقول في كاس العالم، ما حققناش فوز واحد لكن كان شكلنا معقول، لكن الكاس العالم الاخيره دي كان حاجه فضيحه. فاذا انت عايز تروح كاس العالم بالعافيه وعاوز تنافس على كاس الامم يعني يبقى ما ينفعش. منتخب مصر الوطني ده لازم يكون طرف في المباراه النهائيه لكاس الامم او في المربع الذهبي، يروح كاس العالم مستريح مش بمعاناه ومش كل 20 سنه ولا كل 30 سنه، لا انت منتخب مصر يروح كاس العالم ده بانتظام. مفروض لو في شغل صح وتاسيس صح وبنشتغل صح، لكن كل اللي احنا ماشيين فيه ده انا شايف ان هو غلط يعني. اتفاجئت حضرتك بضم كهربا لقائمه المنتخب الوطني ولا كان امر طبيعي، او امر طبيعي ان الكابتن حسام يتفرج على كل اللعيبه اللي موجوده؟ هو امر طبيعي لعدم وجود يعني مثلا انت دلوقتي هو ممكن يكون الكابتن حسام طبعا كهربا لاعب كبير مهاجم الطراز الاول على مستوى مصر يعني،
اما يكون مثلا ما عندكش رمضان صبحي، ورمضان صبحي منتخب الاولمبي، هو شاف ان ما عندوش الناحيه الشمال ديت او الجناح الشمال مش موجود يعني مش موجود يعني، فمين اللي عندك رمضان صبحي ده مكانه. طيب مين اللي ممكن يبقى موجود في المكان ده؟ كهربا. حتى كهربا لو ب 60% 70% من مستواه اكيد هيجي يعني في، لكن يعني اختيار صح، اختيار تمام. طبعا. طيب برضو عايز اعرف راي حضرتك في المشكله المثاره في الفتره الاخيره اعلاميا، واللي تم تناولها بشكل غير صحي وسلبي، وهو شاره قياده المنتخب الوطني. اتكلمت فيها مع الضيف اللي قبل حضرتك الكابتن ناجي، كابتن حسام الباشا. انا عايز اعرف راي حضرتك في الاسماء، ونتكلم في سبب الاسماء واسماء بدون لازمه من وجهه نظري، وبعد كده مين الانسب، مين الانسب في وجهه نظر حضرتك، احمد فتحي ولا محمد صلاح، وازاي المشكله تتحل؟ هو بص، الكابتن حسام البدري عمل الازمه ديت، هو اللي تسبب فيها. مين؟ الكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري. طبعا، لانه هو المفروض حتى لما في امر زي ده ما كانش يعلنه كده، وكان لازم يتشاور. طب ازاي يتسرب الخبر؟ يعني ازاي يتسرب الخبر؟ هو قال يعني، هو قال كده على نية. هو قال ان احنا بندرس، هو ساعتها قال احنا بدرس ان احنا يبقى كابتن محمد صلاح يبقى كابتن منتخب. فعليك تفضل ان الامور عمل أزمة تكون داخليه، اي قرار بعد كده هيترك اثار سلبيه. صح؟ طبعا. يعني هو الاحق بالشاره دلوقتي كابتن احمد فتحي. ده طيب، هل حضرتك بتقول كده قناعه ولا علشان حضرتك شايف ان احمد فتحي الادم؟ لا، انا مقتنع بكده. مش يعني انا مقتنع بكده، اولا مقتنع بكده لسببين، سبب الاقدميه، وسبب طبعا التاريخ كبير جدا للكابتن احمد فتحي مع المنتخب وانجازاته والكلام ده كله. السبب الثاني ان محمد صلاح راجل مش هيبقى مركز في حته الكابتنه وقياده الفريق، ويقعد مع ده ويقعد مع ده، لان راجل ده ممكن يجي لك قبل الماتش بكام، يكون المعسكر المنتخب بدا مثلا 1/11، وهو لسه هيجي مثلا في 11/11 قبل الماتش بتاع اللي هو 14/11. طب والفتره ديت من واحد ل 11/11 يوم، دول مين هيبقى الكابتن؟ النائب بتاعه بقى هو رقم اثنين. رقم اثنين هيبقى مين؟ احمد فتحي. نمره اصلا صلاح وطبيعته وتركيبته والكلام ده كله مش في دماغه الحته دي، هو تركيزه في الاحتراف والليفربول وبطولات اوروبا والكلام ده. يعني المنتخب مش عايز اقول حاجه ثانويه، لكن ما هوش هو الـ 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 الاهتمام الاول بتاع محمد صلاح. الاهتمام الاول محمد صلاح ان هو ينجح في ايه؟ في التجربه بتاعته. هو الحمد لله ناجح وكل حاجه، بس هو عاوز يرسخ نجاحه وعاوز يزود نجاحات اخرى. فتركيزه في القصه ديت هيبقى اكبر من تركيزه، طبعا ده شيء طبيعي، اكبر من تركيزه في المنتخب. فاذا هنا القياده اللي محمد صلاح مش هتبقى، مش هتتناسب معاه ومع ظروفه ومع تطلعاته. فانت بقى ما تيجي طب خلاص يا جماعه احنا استقرينا خلاص احمد فتحي هو الكابتن، ما انت اعلنت مثلا كده، دي هتسيب اثر سلبي عند محمد صلاح. طب ليه انت بتعلن وتقول وكده وبعد كده تغير يعني؟ طيب كابتن حسام، ازاي يتعامل دلوقتي مع الازمه اللي تم اثارتها، وعشان يوصل لحل ازاي يوصل لحل؟ هو انا من رايي ان محمد صلاح يطلع ويقول كده، ان هي تيجي كده ملهاش حل غير كده، ان محمد صلاح نفسه يعلن يقول ان انا بساند احمد فتحي في قياده المنتخب. ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، محمد صلاح ممكن يعملها، بس لو ويشيل الحرج، ويشيل الحرج عن الجميع وعن نفسه. طب اقول لحضرتك، طب هل حضرتك فكرت يعني ممكن الكابتن حسام، يعني ممكن الكابتن محمد صلاح لو حتى ما شفناش او حد يوصل له الرساله ديت، ان هو يعلن ان شرط الكابتن، انا بساند واؤيد ان شرط الكابتن تبقى للكابتن احمد فتحي. طيب لو السيناريو ده كان الجهاز الفني بيفكر فيه وفشل، ان هو يطلع بنفس الاخراج اللي هم كانوا مخططين له، ان هم كانوا يعرضوا على محمد صلاح الشاره علشان خاطر اعرض عليك ان انا ارضيك. لا، ما ينفعش ان هو مثلا، طب حضرتك عرفت انا قصدي ايه؟ انا فاهم. ان هم يعرضوا عليه الشاره فيقول لهم لا انا مش هبقى كابتن على احمد فتحي، هو موجود، وبالتالي الموضوع هيتقفل. بس هم لقوا ان محمد صلاح ما طلعش قال حاجه، وان هو بالعكس سايب الموضوع ماشي لحد ما يشوف هم هيعملوا ايه. لا، محمد صلاح انت عارف محمد صلاح ذكي جدا. زي ما ازمته مع اتحاد الكوره كده والاعلانات والكلام ده كله. هو بيقول لهم مش انتوا اللي عملتوا الازمه؟ حلوها. هو انا دخلت نفسي قلت لكم، انا طلبت منكم حاجه؟ طب يعني ده سيناريو
أسوأ وحش. بقى أسوأ. ما أنا ما أنا مالي أنا يعني أنت دلوقتي بتحطني في أزمة وعاوزني أنا اللي أحلها لك، مش أنت اللي اتسببت فيها؟ حلها يا شاطر بقى. ما هو عاوز يبين، ما هو محمد صلاح ده مش يعني ما وصلش للعالمية ديت كده طبعا، هو دماغ طبعا خلاص طبعا. وهو طبعا مش هيجي إيه. أنا بطلب محمد صلاح، إحنا بنطلبه بقى بعيد عن جهاز المنتخب وبعيد عن البتاع، إحنا كناس من محبيه من جمهوره صح. بنقول لك ان انت اطلع بس اعلن تأييدك لاحمد فتحي خلاص. وممكن يعني ممكن يكون تطلع شخص ان هو عايز يبقى كابتن المنتخب، ما تستبعدش. لكن انا بقول لك طبيعه وظروف محمد صلاح لا تتناسب مع ان هو يمسك شرط يمسك قياده المنتخب ككابتن المنتخب، لانه هو زي ما قلت لك تركيزه و كلها مصبة في أوروبا وفي العالمية والكلام طيب. كله يعني. هل حضرتك شايف أن فعلا ده موجود ولا بسبب المواقف السابقة مع الاتحاد السابق يوجد بعض الحساسية أنا عنده لدى محمد صلاح؟ هو عنده حساسية من التعامل معاه. مع مين؟ معاه هو، معاه يعني الناس اللي بتتعامل معاه، اتحاد الكرة أو جهاز المنتخب. طيب يعني أنت مثلا ناس من بره يتعاملوا معاه؟ لا ما هو أنت أصل أنت ما هو المفروض تعمل إيه؟ يعني انت المفروض تعمل ايه؟ انت ليه بتعمل بتفتح ازمه؟ ليه بتصنع ازمه؟ وانت ما مثلا ما تيجي يا جماعه تقعد مع الناس الكبار، لما تيجي مثلا المنتخب ويقعد تلاقي الفريق مكتمل ومحمد صلاح وبتاع، يا جماعه انتوا فريق ما تخليهم هم اللي يختاروا الكابتن. وتخلي اللعيبه هي اللي تختار الكابتن. تيجي كده يا جماعه لا مش طيب. هقول لحضرتك على حاجه. بص حضرتك انا اتسال لي السؤال ده على انا دلوقتي حضرتك ايه، انا الضيف وهقول لحضرتك السؤال ده لما تسالني. عند حضرتك في كل دول العالم موضوع الكابتن في فرق بالتصويت وفي فرق بالاقدميه على حسب، يعني على سبيل المثال دلوقتي كابتن فريق في ليفربول هندرسون في نص الملعب، مين النائب بتاعه؟ فيرجيل فان دايك. مين الادم، فان دايك ولا محمد صلاح؟ محمد صلاح ادم. طب ليه محمد صلاح مش 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 هو الكابتن لليفربول؟ علشان يورجن كلوب شايف ان فيرجن فان دايك عنده القيادات او الصفات القياديه اللي تخليه كابتن الفريق. هو دايما مثلا دايما انا كوجهه نظر هي على حسب كابتن المنتخب اللي يكون اخر، لو حارس المرمى يبقى احسن. طب انا هقولك على حاجه تانية. الوقت اللي كان فيه ستيفن جيرارد مش هو ابن من ابناء ليفربول؟ كان هو الكابتن. كان فيه لعيبه كتيره جدا موجوده في الوقت ده، لعيبه عندها امكانيات وقدرات، لكن جيرارد مش قصدي. انا بقول لحضرتك ان هي على حسب كل فريق، كل فريق على حسب يعني مثلا في ريال مدريد الاقدم راؤول طبعا فرناندو غيرو. المشكله عند الكابتن حسام البدري ايه؟ ان هو حب ايه، فاكر ان الموضوع ده هيجيب صلاح صح او هيصلح. احنا ممكن يا فندم نشوف يعني هو عملها بحسن نيه بس هي للاسف ما بس حسن النيه ده ما يعني ممكن حضرتك التصويت يبقى في النائب والنائب النائب، يعني انت بتختار ثلاث لعيبه يبقوا كباتن، كابتن الفريق، نائب الكابتن، والنائب ليه. انا في رايي لو محمد صلاح ما عملش المبادره بتاعت ان هو يعلن مساندته لاحمد فتحي، يجي حسام البدري كده يقول لهم يا جماعه الاختيار اختياركم، ويرمي الكره في ملعب اللعيبه. بس كده؟ طبعا. بس برضه احمد فتحي لن يقبل بهذا. احمد فتحي هو كابتن المنتخب الشرعي. لو بنتكلم على لا انا بتكلم في ازمه دلوقتي. ازمه في ازمه. انا دلوقتي ارمي الكره في ملعب، انا هتوصل في الاخر لاحمد فتحي. هي هتوصل في الاخر لاحمد فتحي، بس انا عشان ما اعملهاش قضيه احمد فتحي. طيب هي التصويت قضيه احمد فتحي، التصويت مش ممكن يعمل شويه حساسيه بين اللاعبين وبين بعض؟ ما لهاش حل. طب ما اللعيبه تقول لك مش هصوت، انا ما ادخلش نفسي ما بين اثنين لعيبه اعمل بينهم حساسيه. لا انتوا رجاله اهو وتحملوا مسؤوليه. يصوتوا من غير لا يعملوها من غير هم. لا صدقني هو لو رمى الكوره في ملعب اللعيبه هتتحل، هم يقعدوا كده ومحمد صلاح. طب اللعيبه ذنبها ايه يا استاذ رضوان ان هي تحل ازمه؟ هم مالوش دعوه، هم اصلا مش طرف اللعيب. هو طب هو يعمل احنا نفسنا مش لاقيين حل. لا ليه ما لا الحل عندنا عن بعد ربنا سبحانه وتعالى عند محمد صلاح. هي تقول انا مش عايزها بس كده. انا قلت لها ان هو يقول ملاش حل. انا شايف لا ما يقولش ان انا مش عاوزها. يعني هو خلاص قال احمد فتحي موجود فهو الكابتن. انا بسند احمد فتحي. خلاص هي كلمه كده وخلاص وخلصت القصه. ما تقالش ده الحل الثاني اللي هو اللعيبه يا جماعه اختاروا انتوا الكابتن بتاعكم. بس. طيب. ملهاش حل غير كده. انا بسحب كلامي اللي انا قلته قبل كده وبقى والكوره في ملعبكم، انتوا اختاروا هيقعدوا مع بعض هيختاروا احمد فتحي. طيب من غير تصويت مش هيعملوا التصويت. طيب اللعيبه نفسهم كده هيتوافقوا. اصلا الموضوع مش قضيه كبيره قوي يعني. احنا اللي عملناها قضيه بصراحه.
طيب يعني بالنسبه حضرتك لبطوله الامم الافريقيه للشباب او للمنتخب الاولمبي، شايف ان هي ان شاء الله تطلع بنفس القدر والمستوى اللي طلعت بيه امم افريقيا للكبار، ولا حضرتك بالنسبه ان هي دي 8 فرق والثانيه 24 فريق فهتختلف الامكانيات؟ هتبقى اقوى واسخن عشان عدد المنتخبات قليل وان كل المباريات حاسمه. سنة هيبقى فيه القوه واللياقه والسرعه، الكلام ده هيبقى موجود. بطولتين في اقل من 3 شهور، ممكن العائد المادي وان كمان السياحه لمصر ودعايه مصر ببلاش، هل حضرتك شايف دي حاجه ايجابيه ان احنا عندنا؟ لو احنا عملناها صح زي ما قلت لك، الجمهور والملاعب تتملي والكلام ده احنا بنطالب دلوقتي اهو معالي الوزير، وبنطالب كل وزير التربيه والتعليم وزير طبعا. الشباب والرياضه وزير التعليم، احنا عايزين وزير الشباب والرياضه هو اللي يقوم بالمبادره مع الوزراء المختلفه علشان اكيد هم بيفكروا في المدارس والجامعات. الموضوع لازم يكون هم بيفكروا في كده، لو ما كانوش بيفكروا في كده اختيارنا للملاعب الكبيره لساعتها 100,000 ممكن سبب انه قلوا عدد الجمهور شويه، وان احنا كان لابد من اختيار الملاعب اللي الساعه بتاعتها قليله 20,000 و30,000 متفرج، دي كانت تبقى احسن لنا عشان منظر الجمهور اللي كان موجود. طبعا دي بانت على فكره في ماتشات امم افريقيا الاخيره. طبعا لازم يعني ملعب السلام ده ملعب كويس جدا مناسب جدا طبعا، خصوصا الملعب ارضيه الملعب كويسه والملعب نفسه صغير وهيبان في عدد، لو حتى في 10,000 هيبانوا يعني. استاذ رضوان الزيدي بشكرك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، بشكرك واتشرفت جدا بوجود حضرتك معايا، وان شاء الله دايما تكون موجود معانا على قناه الاهلي يا فندم. الله يخليك، الله يخليك، ربنا يخليك يا فندم. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع الاستاذ رضوان الزيدي الناقد الكبير وعضو مجلس النواب، وجه عاد الفقره الثالثه والاخيره مع الزميل العزيز محمد سعيد واللي بيستضيف فيها الكابتن حماده مرزوق. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الاخيره من برنامج الاهلي الليله واللي بيشرفنا فيها نجم من نجوم النادي الاهلي في عصر في حقبه الزمن الثمانينات، ومن اللعيبه اللي كان لهم دور كبير جدا في فتره من الفترات حتى في مباريات القمه، المباريات الكبيره بين الاهلي والزمالك، واللي بيشرفنا النهارده وليه دور كمان في التدريب المصري وتدريب العديد من الانديه سواء في الدوري الممتاز او حتى في الدرجه الثانيه الممتاز بها، الكابتن حماده مرزوق. كابتن حماد اهلا بيك، منور الدنيا. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ محمد. اخبار حضرتك؟ بخير الحمد لله تمام. يا رب دايما. اولا متابعتك للكره المصريه الفتره الاخيره كناحيه فنيه، هنتكلم فنيات اكتر وهنتكلم على الفتره الحاليه بالنسبه للكره المصريه واستعدادات الانديه للمرحله اللي جايه، لكن شايف الكره المصريه فنيا في التوقيت الحالي بعد اول 4-5 اسابيع من الدوري العام، البدايه قويه، الانطلاقه جيده، ولا شايف الوضع الفني ازاي؟ والله هي البدايه يعني قويه ومبشره بمستوى النادي الاهلي حقيقة، يعني لأن النادي الأهلي كان السنة اللي فاتت يمكن أو الفترة اللي فاتت ما كانش بالمستوى أو بالأداء اللي دايما الناس متعودة عليه، شوية كان في بعض المشاكل في الفرقة، يمكن الشكل اتغير بشكل كبير جدا بداية الموسم ده مع وجود برضو بعض الفرق اللي هي مكملة بقوة زي نادي بيراميدز، نادي الزمالك دعم بشكل كبير جدا، أندية استعدت بشكل كبير أحسن من قبل كده زي سموحة، زي بعض الفرق اللي عندها إمكانيات عالية، فبالتالي السنة دي يعني كنت شايف ان الدوري كانت ممكن يبقى ليه انطلاقة لو كان في الاستمرارية كمان، لان كانت المشكلة الكبيرة حتة الاستمرارية، لان دايما لما بيبقى في استمرارية في استئناف الماتشات ولعب الماتشات على طول المستوى دايما بيرتفع بشكل كبير جدا، لان لعيب الكورة محتاج ان هو يلعب ماتشات رسمية مش اقل من 4-5 ماتشات عشان يبتدي المستوى يظهر ومستوى يزيد بشكل عام. لكن للاسف طبعا حتة التوقف دي يعني انا شايف انها هتأثر بشكل كبير جدا، هناخد برضو وقت بعد البداية علشان يبتدي الدوري او شكل الدوري يبقى فيه قوة وفيه ندية. طيب من الاسبوع الاول للدوري المستوى الفني كان مستوى جيد، وده ان ده اللي ممكن يكون الاستعداد كان جيد بالنسبة لكل الاندية، وممكن ناخد ده بالمقياس لاستئناف الدوري بعد بطوله الامم تحت 23 سنه، برضه يكون الاستعداد ممكن يكون جيد، فبالتالي انطلاقه الدوري من الاسبوع السادس ممكن تكون بنفس القياس بتاع الاسبوع الاول. اه بالظبط كده، وخصوصا ان في بعض الفرق يعني جهزت نفسها بشكل كويس، هتبقى غير المستوى بتاع السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها، واضرب مثلا زي فرقه سموحه،
الاستعدادات يعني استعدوا كويس جدا، معاهم الكابتن حسام والكابتن ابراهيم برضه هيفرقوا كتير جدا مع الفرقه، امكانيات اتوفرت بشكل كويس. برضه نفس الكلام برضه نادي الاتحاد شايفه ان هو هيبقى فيه شكل تاني. النادي الاتحاد بعض الانديه اللي كانت دايما بتصارع وكانت في اماكن ما تليقش بالاسامي بتاعتها ابتدوا يتحسنوا بشكل كبير جدا، الاداء اتغير، هيبقى فيه ندية كبيرة جدا، هيبقى فيه مستوى عالي، وخصوصا من الفرق اللي انا بقول عليها ان هي استعدت بشكل كويس. طيب فرق الصاعدة للدوري الممتاز بنتكلم مثلا في ثلاث فرق، بنتكلم في اسوان، اف سي مصر، ونادي طنطا. وهركز ليك فترة من الفترات كنت بتشتغل مع الأندية بتبقى صاعدة وخاصة نادي طنطا، بدايتهم شايفها ازاي وتقيمها ازاي؟ بص، كانت احسن بداية بالنسبة للثلاث فرق كانت نادي طنطا، وان شاء الله باذن الله اتمنى انه يستمر في الانتفاضه او في الشكل الكويس اللي احنا شفناه. بدايه اسوان مع اف سي مصر ما كانتش بدايه موفقه، لكن هم ختموا الفتره القليله اللي احنا لعبنا فيها ختموا احسن. يعني اسوان فنش كويس، برضو نفس الكلام اف سي مصر رغم الخساره لكن برضو تعدل شويه الاداء، عملوا نتيجه كويسه وخصوصا مع فرقه نادي الزمالك. شايف فرقه اسوان اتحسنت بشكل كبير جدا. شايف برضو ان الثلاث فرق برضو هيبقى فيه مشكله في حته المعاناه، في حته ان هم يبعدهم عن الحته اللي هي الخطر. ليه؟ لان الامكانيات دايما هي اللي تتحكم في الامور ديت. طبعا نادي طنطا مهما كان فهو برضو بالنسبه للامكانيات الانديه باقي الانديه او اسوان او اف سي مصر برضو ما يقدروش يعني يبقوا موجودين او قريبين من الامكانيات اللي موجوده عند بعض الانديه اللي هي معدياهم. في انديه كتيره جدا عندها امكانيات عاليه جدا، فبالتالي بتصرف بشكل كبير جدا، فبالتالي النتائج بتبان. حته الصرف في الكوره مهمه جدا طبعا، فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفرق تكمل بشكل كويس وبالاداء اللي احنا شفناه ده ان شاء الله باذن الله هيبقى في نديه في الحته دي بشكل كبير يعني ان شاء الله. طيب كابتن حماده، حضرتك ذكرت فكره ان الاداء الفني للفرق في الدوري في البدايه يعتبر جيد والانطلاقه قويه، لكن خدت ده بالمقياس على اداء النادي الاهلي وقلت بدايه الاهلي كويسه فخلت الكل يتفائل ان شكل الدوري ممكن يكون بادئ كويس. انطلاقه الاهلي شايفها هل بالمستوى الفني اللي كان متوقع ولا فنيا حسبتها ازاي؟ لان هناك مدربين بيبقى لهم معايير فنيه يقول لك المستوى والاداء هيتحسن تدريجيا، لكن البدايه كلنا شايفينها وكان الفريق مثلا بيلعب بقاله 10 مباريات بالظبط. يمكن احنا لما بنيجي او اي حد بيجي يقيم فريق، لو احنا اتكلمنا على فرقه النادي الاهلي، لو قدرنا ان احنا نقيم الفرقه دايما مرتبط بيها المدرب. دايما احنا برضو لما نيجي نقيم المدرب انا عن نفسي ما بتسرعش في الحكم عليه، تمام؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه ان بعد الاستمراريه بعده ماتشات بيبتدي بتحكم عليه بايه؟ ببعض الامور الفنيه اللي انت ممكن تراقبه فيها وتشوف تصرفاته ورد فعله عامل ازاي. اي مواقف بتحصل في كره القدم او في الماتشات رد الفعل بتاعه بيبقى عامل ازاي. انا شايف ان الفتره اللي هو قضاها مدرب النادي الاهلي قدر ان هو يتحكم في العنصر ده بشكل كبير جدا. شايفين النادي الاهلي بشكل تاني، البدايه بتاعته في اداء جماعي، وده اللي كان يمكن كان عيب النادي الاهلي في الفتره الاخيره، كان في بعض الفرديات، ما كانش فيه الاداء الجماعي المميز بيه النادي الاهلي. جماعي وجمالي بالظبط كده. الاداء الجماعي دايما بيؤدي للجماليات، يعني بيؤدي لحته جمال في الاداء، وبالتالي بيقدر بتقدر الفرقه بتوصل للي هي عايزاه. هو راجل مجهز الفرقه بشكل كويس قوي، بدليل ان هو في الماتشات بتاعته بينهي بشكل كويس، يعني واضح ان في الفرقه واقفه ومتجهزه كويس بشكل كويس. زائد الفنيات برضو شفنا بعض مستويات اللعيبه اللي كانت بعيد مستواها بعيد جدا ابتدت تخش، وتخيل انت مثلا واحد زي رمضان صبحي كانه تبدل، يعني لعيب تبدل. برضو نفس الكلام حسين الشحات، مجدي قفشه اداء اعلى شويه، يعني في بعض اللعيبه اثرت بشكل كبير جدا لما مستوى ارتفع التطور ظهر عليها بشكل مباشر. سواء اداء جماعي او فردي، يعني الاداء الجماعي هو مرتبط دايما وسط التيم بالظبط كده. فبالتالي بقى في فرديات هي بتعمل الفرق للنادي الاهلي، يعني رمضان صبحي بيعمل الفرق في ناحيه فرديه، كان الاول بيعتمد على الناحيه الفرديه بس، لا هو دلوقتي بقى بيخش في الاداء الجماعي، وبالتالي كان ليه دور كبير جدا هو وحسين الشحات خلال الفتره اللي فاتت. طب هل الوقت يا كابتن حماده سمح بده؟ والله بص، يعني هو الوقت ما كانش يعني كبير قوي،
لكن كون ان مدرب وقت كان قصير جدا بالظبط كده, كون ان مدرب ينجح في وقت قصير انه يغير من شكل واداء فرقه زي فرقه النادي الاهلي, فلازم نحكم عليه ان هو اكيد مدرب كويس. برضو انا ما بنتسرعش قوي في الحكم, لكن دايما بتبقى بالشواهد, فالشواهد بتقول ان زي ما احنا بنقول ان احنا بنحكم على المدرب دايما, او اي حد بيحكم عليا انا كمدرب من خلال التصرفات والضغوط اللي انا بتعرض ليها وبتصرف ازاي في خلال الضغوط دي. فبالتالي هو ناجح بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. الخوف من حاجه ان النادي الاهلي هيقعد فتره طويله ما يلعبش ماتشات رسميه, ودي نقطه مش عارف الناس واخده بالها من حته زي ديت, لان هيبقى فيه كتير جدا, هيبقى فيه وقت تقريبا مش اقل من شهر ونص, حوالي 35 40 يوم بالظبط, ممكن يكون اكتر كمان. فدي هتبقى مشكله, لان انت وصلت الفورمه او حاجه اللي هي بدايه الانطلاقه, فبالتالي لما بترجع وما بتلعبش ماتشات رسميه فبالتالي هتفرق كتير جدا وهتاثر في الاداء, وخصوصا ان انت اول ماتشاتك او بداياتك هتبقى في البطوله الافريقيه مع فرقه تقيله. يعني ماتش دوري وبعد كده ماتش في افريقيا وبعد كده دوري بطوله افريقيا. طب ممكن كمان تستمر على فكره, ممكن ما تلحقش تلعب ماتش. لا خلاص, لا في ماتش في الدوري يوم 25 نوفمبر. يبقى ممكن ده محدد. ده محدد بالظبط. هي برضو المشكله الاكبر ايه, ان انت ممكن تقعد فتره طويله جدا وتبتدي تلعب مثلا يوم 25 ويوم 29 في تونس, وخصوصا لما يبقى في تونس, فبالتالي برضو التوقيت ده. لكن طبعا الشكل العام او الامكانيات اللي موجوده دلوقتي بتقدر خلاص, فترات الراحه بتبقى بشكل ايجابي, بيقدروا موضوع الاستشفاء ده بيبقى اسرع دلوقتي غير قبل كده, فبالتالي ممكن ان شاء الله باذن الله ما يبانش الفرق. اتمنى ان شاء الله باذن الله ما يبانش الفرق بتاع القعده الطويله اللي هي 40 او 45 يوم خلال الفتره دي. الجهاز الفني الاهلي بيحاول يتغلب على هذه الجزئيه, ان في معسكر مغلق هيبقى في احدى الدول الخليجيه خلال الايام القادمه, حوالي اسبوع مثلا من نهايه الاسبوع القادم على لمده 7 ايام, احتمال يكون في مباراه وديه, بعد كده اللعيبه تنضم للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي, بعد كده يبقى في فتره مباريات وديه هتبقى موجوده في القاهره قبل استئناف المشوار. فقدر الامكان الجهاز الفني بيحاول يحدد المراحل القادمه من خلال كذا مرحله استعداد, معسكر خارجي في الخليج, مباراه وديه ممكن تكون مع احد فرق الدوري الاماراتي, فرقه جيده, عندك اللعبه الدوليه موجوده معاك لغايه يوم 6 او 7 نوفمبر, فعندك مساحه وقت تشتغل معاها بالظبط. هو ده ممكن لكن برضو هيتفرق كتير جدا الماتشات الرسميه. انا معاك مفيش ماتشات رسميه طبعا, انما هو التعويض في ايه؟ في ان اغلب العناصر بتاعه المنتخب الاول ومنتخب الاولمبي فهي من النادي الاهلي, هو حوالي 12 لعيب في الحدود دي هينضم للمنتخب. فانت يعني انت برضو الحته دي هتسد الثغره ديت بشكل كبير جدا, انت عندك 11 او 12 لعيب هيبقوا موجودين على مستوى المنتخبين, فبالتالي مش هيتاثر قوي ببعد عن الماتشات, لا ده هيبقى فيه ماتشات وبيلعبهم وهيرجعوا هيبقى فيه فورمه الملف, فدي ممكن تعوض بشكل كبير جدا حته الغياب على الماتشات الرسميه فتره طويله. طيب الترمومتر في نجاح فايلر مع لاعبي النادي الاهلي في اول 3 مباريات ب9 نقاط ب10 اهداف, هل الترمومتر هنا احنا بنقيس معيار النجاح التعامل النفسي اللي قدر الجهاز الفني يخرج كل امكانيات اللعيبه مع الشغل الفني, ولا الترمومتر انت حضرتك كمدرب بتقيسها ازاي ان يقدر مدرب في فتره قصيره او فتره وجيزه يطلع كل الامكانيات اللي عند اللعيبه في فتره قصيره قوي ويتعرف عليهم كمان ويتعرف على امكانياتهم بالظبط. هو طبعا هي ان احنا الناحيه النفسيه بقت مهمه جدا جدا في الفرق الكبيره. احنا كنا شايفين احنا ما هي نفس الفنيات هي كانت موجوده من السنه اللي فاتت, يعني نفس اللعيبه والحاله اللي هم كانوا موجودين فيها كانوا موجودين. ايه اللي اتغير؟ ممكن يكون في بعض الحاجات الاساس فيها الحاله النفسيه, ان في قناعه كبيره جدا بالراجل اللي موجود, ممكن يكون في بعض اللعيبه على فكره ما عندهمش قناعه بالمدرب اللي موجود, فبالتالي ما بيطلعوش كل اللي عندهم. زائد ان برضو في حاجه يعني برضو فرق كتير جدا, ان في استقرار في الفرقه, ما فيش حد دخل على الفرقه بشكل كبير, التطور حصل من داخل الفرقه نفسه, فبالتالي ده نجاح كبير جدا, وانا متهيألي انه الناحيه النفسيه كان لها تاثير كبير جدا في حته ارتفاع المستوى وتغيير الوضع بشكل كبير جدا من السنه اللي فاتت للسنه دي. طيب في جزء تاني كمان عايزين نعرف رايك في تدوير اللاعبين, فكره ان الجهاز الفني يتعامل على تجربه كل اللاعبين, يعني حوالي 24 25 لاعب شاركوا في 3 مباريات في الدوري, مباراتين في افريقيا, مباراه السوبر, بنتكلم اكتر من حوالي 85 90% من القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي. التدوير والروتيشن اللي حصل في هذه الفتره القصيره, ومع ذلك
انا بتكلم بقى بناء على النظريات اللي كنا دايما بنسمعها من المدربين. مع ذلك الاداء لم يتاثر، التجانس كان موجود، فعكس ما كان بيقال ان التدوير او الروتيشن ممكن يؤثر في الاداء الفني، ممكن يؤثر في الانسجام، ممكن يؤثر على طريقه اداء اللاعبين. هو على فكره حته التدوير ديت حساسه جدا جدا ولازم تتعمل بحساب كبير جدا. تمام. هو ابتدى بزياده شويه، لو تلاحظ ان هي ابتدت تقل خلال الفتره آخر الاخيره بالظبط كده. وده الوضع الطبيعي لمدرب ذكي، هو بيشوف بيدور في الفتره الاولانيه، بيشوف المستويات عامله ازاي عشان يبتدي يحط التشكيل، لان اي فرقه هتتاثر بعدم ثبات التشكيل مهما حصل. حته التدوير دي بتبقى في اضيق الحدود، زائد ان هي في نطاق ضيق جدا جدا، بعد ما بتشوف بعض اللعيبه خلال الفتره الاولانيه بتبتدي تجس النبض، بتشوف المستويات عامله ازاي، مين قريب، مين اللي ممكن يكمل، مين اللي بيحقق لك الحاجه اللي انت عايزها، مين اللي بينفذ لك اقرب حاجه ليك انت والفكر بتاعك. كل الكلام ده حصل وقل بشكل كبير جدا خلال الفتره الاخيره. فبالتالي الفتره اللي جايه لازم هنشوف احنا حته التثبيت في التشكيل، لانها يعني حاجه اساسيه وحاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للفرق الكبيره عشان تقدر تكمل. بس لما الفريق يرجع على الاجنده القادمه وهتبقى مزدحمه جدا بالمباريات من 25 نوفمبر، كل 72 ساعه 96 ساعه مباراه، من ضمنها كمان هتبقى مباراه فيها سفر. هترجع عندك مباراه في الدوري يوم 3، بعدها باربع ايام يوم 7 عندك مباراه في بطوله افريقيا امام الهلال السوداني، بعدها في مباريات في الدوري 27 ديسمبر مباراه مع بلاتينيوم زيمبابوي في القاهره. اعتقد ممكن يكون التدوير برضه هيستمر في الفتره اللي هي بتاعت شهر ديسمبر، برضه هيستمر لكن بحساب جدا جدا، لان انت صعب جدا ان انت تدخل عدد كبير على فرقه في ماتش بعد ماتش انت لعبته. تمام. لازم يبقى برضه في حدود حالات اجهاد، انذارات، اصابات، كل الكلام ده ممكن تخش، لكن هتبقى في نطاق ضيق، مش هيبقى بالحته اللي حصلت في اول مباراتين في الموسم بالظبط كده. بالظبط، مش هتحصل ابدا. تمام. يعني صعب جدا، لان هو برضو واضح ان هو مدرب ذكي وبيقدر يتعامل مع الفرقه بشكل جيد يعني. طيب انا كجهاز فني بقى استفيد ازاي بمعسكر مغلق خارج مصر سبعه ايام؟ انا بعيد تماما عن الاجواء القاهره، اللعيبه مركزه معايا، قافل على الفرقه، واعمل مباراه وديه، استفيد ازاي انا كجهاز فني بقى بمعسكر زي ده قبل ما اللعيبه تروح للمنتخبات الوطنيه؟ اولا طبعا حته المعسكرات دي بتفرق كتير جدا في مع الفرق، وخصوصا الفرق الكبيره بيحصل تجانس كبير جدا، بيحصل تفاهم، بيبقى في تفرغ تام لحاجه انت، لفكر معين لمدرب ممكن ينفذه مع اللعيبه ويحفظه بشكل جيد جدا، وبيختم الحته ديت بماتش ودي يطبق فيه كل الكلام اللي هو اشتغل فيه خلال المعسكر. انا شايف المعسكر هيبقى فيه افاده كبيره جدا جدا للفرقه، وممكن يبان مدى نجاح المعسكر ده خلال الماتشات في البدايه ان شاء الله باذن الله، ممكن اتاثر بشكل كبير جدا، لان هو بيشتغل بهدوء وبيشتغل بتركيز وبرضه شغله بعيد، يعني ممكن حته التحفيز والحاجات دي كلها بتبقى عايزه تركيز بشكل كبير جدا من اللعيبه، فبالتالي ممكن ينجح وهيبقى لها دور ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه في اداء الفرقه. طيب احيانا التوقف ممكن يكون فايده للفريق، لان التوقف ده فرصه ان الجهاز الفني يتعرف اكتر على امكانيات اللعيبه، اللعيبه تفهم اكتر خطط وافكار المدير الفني والجهاز المعاون، ممكن يكون في استفاده حتى لو على الاقل، لو في نقاط سلبيه ان انا بعد ما وصلت للكيرف ووصلت لمستوى فني عالي جدا التوقف ده هيرجعني وهيبقى في خمول حتى في اداء اللاعبين نتيجه التوقف، ما فيش مباريات رسميه، لكن ممكن في نفس الوقت يكون في عنصر ايجابي. العنصر الايجابي ان انا بستغل فتره التوقف، بتعرف على افكار الجهاز الفني، خاصه الجهاز الفني لسه جديد، ما قعدتش معاه اكتر من حوالي شهر ونص. النسبه والتناسب ما بين الايجابيات هنا والسلبيات هنا، ايهما كفت هتبقى ارجح على الثانيه؟ احنا قلنا النقطه السلبيه، يعني احنا اتكلمنا فيها وقلنا حته البعد عن الماتشات الرسميه والحاجات دي كلها، زي ما حضرتك قلت ان برضو يعني هيبقى في نقط ايجابيه من ضمنها اللي حضرتك قلت عليه، حته تفرغ اللعيبه خلال فتره معينه وقربهم من الجهاز الفني هيأثر بشكل كبير جدا، هيقربهم من بعض، يعني هتبقى في فتره كويسه ممكن يقدروا يتعاملوا ويقربهم ويبتدي في فكر، زي ما انا بقول ان هيبقى في فكر معين او طريقه معينه هو ممكن يكون ما لحقش يحفظ اللعيبه عليها، فممكن تكون دي فرصه مناسبه جدا انه يقدر يحفظ اللعيبه الفكر بتاعه
ويبتدي يبقى فيه تركيز فيها بشكل كبير جدا، زائد حته التجانس مع بعض، قرب الجهاز الفني من اللعيبه. طبعا الجهاز الفني مرتبط بالمدرب الاجنبي يعني، لكن طبعا باقي الكابتن سيد موجود على طول وقريب من اللعيبه زي ما احنا بنعرف يعني. فبالتالي هتبقى فرصه كويسه، وهيبقى فيها دي النقط الايجابيه اللي ممكن تحصل ويستفاد منها فرقه النادي الاهلي. طيب بناكد على شيء مهم جدا، غدا ان شاء الله الفريق النادي الاهلي هيستأنف تدريباته بعد الاجازه والراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق لمده 48 ساعه بعد التوقف او بعد قرار تاجيل الدوري لما بعد كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. الفريق هيستأنف تدريباته غدا ان شاء الله الساعه 4 عصرا، هيكون في تدريبات يوميه حتى نهايه الاسبوع القادم باذن الله. بعد نهايه هذا الاسبوع هيكون في سفر لاحدى الدول في الخليج لخوض معسكر اعداد في الفتره القادمه. المعسكر هيكون مدته حوالي اسبوع، وقد يتخلله مباراه وديه وحيده، ولن يلعب الفريق اي مباراه وديه قبل السفر في المعسكر المغلق. اذا الفتره القادمه هيكون في برنامج ومحدد زمني بالنسبه للجهاز الفني للمرحله القادمه، لكن بعد العوده من المعسكر الخارجي وانضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنيه سيكون هناك مرحله اخرى من الاعداد للفتره القادمه، وقد يتم الاستعانه بعدد من اللاعبين قطاع الناشئين في ظل ان هيكون عدد اللاعبين المنضمين للاهلي من الاهلي للصفوف المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب ما يقرب من 12 الى 14 لاعب. مع الوضع في الحسبان، علي معلول هيكون مع المنتخب التونسي، واليو ديانج هيكون مع المنتخب المالي اللي بيستعد ليه مع منتخب مالي لكاس الامم الافريقيه اللي هتستضيفها مصر ان شاء الله في شهر نوفمبر القادم. مرحلة أعتقد هتبقى محددة يا كابتن حمادة، لكن أنا عايز بقى أفهم المرحلة اللي هتكون بعد المعسكر. بنتكلم في فترة زمنية حوالي 15 يوم أو 16 يوم. الفترة دي نص الفريق مش معاك. أنا كمدير فني أو أنا كجهاز فني هتعامل إزاي مع النص اللي هيكون موجود معايا الباقي؟ أفضل وسيلة لتجهيز اللعيبة دي هي الماتشات الودية. يعني خلال ال 15 يوم متهيألي مش هيبقى في اقل من 3 لاربع ماتشات وديه، يعني ممكن كل اربع خمس ايام يبتدي يلعب ماتش عشان يجهز المجموعه اللي موجوده ديت عشان كله يبقى موجود. اي نعم هيبقى في فرق ما بين اللعيب اللي هيجي من المنتخبات واللعيب الموجود عنده، هيبقى في فرق بسيط في حته التجهيز والماتشات الرسميه. ايوه لعيب المنتخب اعلى؟ اعلى طبعا. لانه ماتشات رسميه مهما كان. هو خلال الاربع ماتشات او الثلاث ماتشات اللي هو هيعملهم خلال الفتره ديت مع باقي اللعيبه ممكن يقرب شويه الناحيه البدنيه. بالظبط كده، يعني هيبقى العمليه قريبه مش بعيده. بحيث ان المجموعه اللي هتبقى موجوده تبقى برده جاهزه انه ممكن يستعين باي حد منهم خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، وخصوصا زي ما حضرتك قلت ان هتبقى في فتره مضغوطه وهتبقى تقريبا كل 3 4 ايام هيبقى في ماتش على طول يعني. طيب الشق الهجومي حسينا ان في هارموني او في تجانس وفي انسيابيه في التعامل ما بين اللعيبه، بنتكلم في مستوى رمضان صبحي ومستوى جونيور اجايه ومستوى ايضا كمان حسين الشحات. تحرك الثلاثي مع بعض شايفه ازاي كابتن حماده في ظل ان كمان الثلاثه مش جداد على بعض؟ يعني الثلاثة كانوا موجودين قبل كده، لكن حسين تحرر من ضغوط كتيرة جدا، رمضان ركز في الفينش وفي التحركات الجماعية زي ما حضرتك ذكرت في بداية الحديث، أجاييه عاد لمستواه اللي كان موجود قبل الإصابة. كجهاز فني أو كرؤيتك الفنية، إيه اللي شفته إزاي الثلاثة دول اتغيروا أو وصلوا لمرحلة إن في تجانس كبير جدا في أدائهم في أول خمس ست مباريات في الموسم؟ اولا هم يعني اتاكد عليهم وواضح طبعا ان الاداء لازم يبقى جماعي، يعني لازم يلعبوا باداء جماعي. كان بعض اللعيبه دي كانت بتلعب باداء فردي، حسيت ده بتحركاتهم دلوقتي بالظبط كده بزياده عن اللازم، لكن ابتدوا يخشوا مع الفرقه وابتدوا يخشوا. على فكره الناحيه الهجوميه القويه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ديت هي مرتبطه بناحيه دفاعيه، بمعنى ان كان في خلل في الناحيه الدفاعيه على فكره في النادي الاهلي. ابتدت الثغره دي تتسد بشكل كويس، وجود اثنين موجودين بيتحركوا بشكل كويس قوي، الاثنين اللي موجودين في وسط الملعب ادائهم العالي قدروا يطوروا من ادائهم ناحيه دفاعيه وناحيه دفاعيه. عمرو السوليه وحمدي فتحي وعلى فكره حمدي فتحي اثر يعني ليه دور كبير جدا في تطوير ادائه واداء النادي الاهلي حقيقه. يعني لانه لعيب بيتميز بالناحيه الدفاعيه القويه جدا مع التكمله الناحيه الهجوميه، عشان كده انا قلت لك ان الحته دي الناحيه الهجوميه هي كانت مرتبطه بناحيه دفاعيه قويه، الحته دي اتسدت بشكل كبير. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اكد عليها وزاد التكمله، تكمله لاعب خط الوسط تكمله بذكاء، تكمله باحساب،
ودي نقطه تحسب للمدير الفني انه ابتدى يجرأ اللعيبه، لان اداء اللعيبه اللي موجودين في المركز ده خلاص اتطور بشكل كبير جدا خلال المستويات العالميه. فبالتالي لازم يحصل التطور ده، ما كانش في تطور في الحته دي. زائد برضو ان في حته الاثنين المساكين كانوا شويه عاملين مشكله، انا شايف ان الثغره اتسدت الى حد كبير. حصلت اصابات كتير وتغيير في كذا لعيب في المركز ده. لكن طبعا واضح ان الامور كلها يعني ابتدت الفرقه بتبان بشكل كويس، بشكل جماعي كويس، اداء دفاعي مرتبط بناحيه هجوميه، اداء سلس، بداوا يوصلهم، بدا المستويات تعلى، بدا التهديف يقرب من اغلب اللعيبه اللي موجودين في الجزء الهجومي. فبالتالي الاداء اتغير بشكل كبير جدا مع النتائج اللي متحققه خلال الفتره اللي فاتت. ده كل ده بيدي ثقه للعيبه وبيدي ثقه للجهاز كمان، ونبتدي يتحرك ويشتغل بالفكر اللي موجود عنده. طيب بريني فايلر مدرب سويسري، ودايما بسمع في قصه التدريب بيقول لك المدرب ده بينتمي للمدرسه الانجليزيه، المدرسه الفرنسيه، المدرسه الالمانيه، المدرسه الايطاليه. السويسرية ما مش مدرسة في الكورة بشكل عام، لكن ريني فايلر من خلال أدائه مع النادي الأهلي، أدائه الفني بيميل لأي مدرسة من المدارس القروية؟ لا، على فكرة أنا يعني أنا بختلف في الرأي ده، لأن في مسميات المدارس القروية خالص دلوقتي. ليه؟ لأن دلوقتي كل مدير فني بيشتغل بامكانيات اللعيبه اللي موجوده عنده. يعني بيشوف الامكانيات اللي موجوده. طبعا المستويات او وجوده في النادي الاهلي هو بيتعامل مع اعلى فئه من اللعيبه، واعلى يعني من كواليتي الحاجه العاليه قوي يعني. على مستوى كمان افريقيا، مش مستوى مصر بس. فبالتالي لازم يشوف الامكانيات اللي موجوده وهو قدر يستغلها بشكل كويس. طب كورته، الكوره اللي بيلعبها الاهلي في الملعب بتميل لاي مدرسه؟ يعني المدرسه الانجليزيه كانت بتعتمد على الكرات الطوليه، مدرسه امريكا اللاتينيه المهارات والباص القصير واللعب السريع. بس على فكره الكره الانجليزيه دلوقتي خلاص بعدت خالص ونسيت الكرات الطويله وكده. طيب. بقى في اداء جمالي، وبتشوف الفرق فرقه ليفربول ومانشستر هي مش انجليزيه، لان معظم اللعيبه كلهم مش من انجلترا. بالظبط. لا، هي كمان الكوره بقت يعني هو اقوى دوري دلوقتي واحلى دوري احنا بنتفرج عليه. يعني هو دلوقتي الدوري رقم واحد. حضرتك قلت جزئيه مهمه جدا، الدوري رقم واحد، لكن مع ذلك هناك نتائج غريبه. يعني في نتائج في الدوري الانجليزي ما بتتكررش في اي دوري في العالم، 9-0 و8-0، ليستر سيتي يكسب ساوثهامبتون 9-0، مانشستر سيتي من كذا اسبوع كسب 8-0. النتائج دي واقوى دوري. ما دي حقيقه، يمكن ما حصلتش السنه اللي فاتت. يعني ممكن تكون حصلت بس في يعني في حاجات بسيطه قوي. هي اخر سنه كانت فيها الارقام دي كانت في موسم 46-47، يعني الارقام دي المفروض ما اتكررتش من اكتر من حوالي 60-70 سنه. بس اقوى دوري في ارقام او في اهداف بالمستوى ده. هو ممكن يكون الفرق اللي خسرت بالنتائج الكبيره ديت خلاص ما استعدوش بشكل كويس. وفي فروقات في المستويات. فبالتالي يعني خلاص هيقعم بشكل كبير خلال الفتره اللي جايه. تمام. لكن ده ما يمنعش ان الدوري الانجليزي هو خلاص دلوقتي شديدنا كلنا. اكيد طبعا. وهو الدوري الممتع، ان في نجوم كبار جدا وفي خمس ست فرق بتنافس. بالظبط كده. وده اللي بيدي المتعه الكبيره للدوري ده بالذات. تمام. فبالتالي يعني بنشوف الكوره، ودايما نرجع للكلمه اللي هي حته المدرب، انتماءاته ومدرسته عامله ازاي، تاثيره. بنشوف احنا برضو المدربين اسبان او مدربين من فرنسا، لكن ادائهم ما بينتميش لمثلا ناحيه بلدهم نفسها، الناحيه الخططيه لمنتخب بلدهم. بالظبط. لان خلاص ما فيش ارتباط، هو دايما بيتحكم وبيشتغل على الامكانيات اللي موجوده عنده في الفرقه، وخصوصا لما وده الكلام ينطبق على فرقه النادي الاهلي. هو الراجل شايف امكانيات النادي الاهلي بشكل كويس، فبالتالي بيلعب على قد الامكانيات. واي مدرب ذكي ومدرب ناجح هو بيشتغل على الامكانيات اللي موجوده عنده، سواء بطريقه، سواء بشكل، سواء باستغلال الامكانيات. كل الكلام ده لازم بيشتغل فيه بشكل كويس. طيب كل الكلام ده كويس جدا يا كابتن حماده، ايه اللي ينقص الاهلي بقى للبطوله الافريقيه؟ واول ماتش مع النجم الساحلي ان شاء الله في رادس يوم 29 نوفمبر، والبدايه مهمه جدا. هل الاهلي بالتيم بالتطور الايجابي اللي حصل في الفريق الكوره خلال يعني فتره انتقالات الاخيره مع اخر فتره انتقالات في يناير الماضي، وصلنا لمرحله ان الاهلي ان شاء الله جاهز ان هو يقدر يفوز بالبطوله الافريقيه؟ انا شايف ان فرقه النادي الاهلي خلال الماتشات اللي احنا شفناها في البطوله الافريقيه خلال الفتره اللي فاتت، احنا شايفين ان مستوى النادي الاهلي لا فارق كبير بشكل كبير جدا. اتمنى ان يحافظ على المستوى ده. يعني انا بتمنى ان المستوى ده ان شاء الله نحاول نحافظ عليه، ولو حافظنا عليه مع توفيق الله سبحانه وتعالى، انا شايف ان بطوله افريقيا قريبه جدا مننا ان شاء الله باذن الله.
فبالتالي هي بتعتمد على حتة ثبات المستوى، ان بعض اللعيبة اللي كانت موجودة في الفرقة اصلا المستوى بتاعها اتغير بشكل كبير جدا مع الاضافات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت، ادت للنادي الاهلي قوة كبيرة جدا وادته ثقة كبيرة جدا، وخصوصا الفرق اللي احنا هنلعبها احنا اعلى منها بشكل كبير جدا، يمكن القريب مننا شوية النجم الساحلي، ومع ذلك هو مش زي الاول، لكن طبعا بنحترمه وبنقدره، لكن هو متهيألي هو اعلى اسم في المجموعة، في المجموعة مع النادي الاهلي يعني. كاسم سبق ليه الفوز بالبطولات الافريقيه ومباريات كبيره حتى مع النادي الاهلي في البطولات بالزبط الافريقيه. بالظبط. بس اخر مباراه ما بين الاهلي والنجم الساحلي كانت بنتيجه كبيره وعريضه، كانت بستة في استاد برج العرب. ما هو عشان كده بقول النجم الساحلي ما بقاش زي الاول، يعني النجم الساحلي حتى الفرقه التونسيه كلها ما بقى المستوى بتاعها مش زي عكس الترجي. ما زال هو الوحيد اللي بيحتفظ بالترجي، ومع ذلك برضه بقول ان الترجي برضه ما وصلش للمستوى اللي كان وصل له خلال من مثلا 7-8 سنين. تمام، دي حقيقه. هو ممكن يكون هو الاقرب للفرق التونسيه اللي بدات توصل او متواجده دايما في المراحل النهائيه. بالظبط، لكن مش هو ده الترجي اللي كان مرعب، اللي كان فرقه صعب جدا انها دايما بينافس على البطولات. لا، هو مش هو الترجي اللي احنا عارفينه من 7-8 سنين. فبالتالي الامر مختلف. يعني شايف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تبقى فرصته كويسه في وجوده ان شاء الله باذن الله على قمه الكره الافريقيه وحصوله على البطوله باذن الله ان شاء الله. طيب، اخر مباراه مع النجم كان الاهلي فايز 6، كان اعتقد 6-1 او 6-2 يعني. مدى انعكاس هذه النتيجه على المباراه القادمه بين الفريقين؟ لا انا ما سواء ايجابا او سلبا. لا، هي يعني اولا فرقه النادي الاهلي ما بتفكرش بالشكل ده خالص، مش كفريق، كاعلام وكمحللين وكنقاد. ممكن الإعلام يتعامل بالوضع ده بشكل تاني، لكن النادي الأهلي نفسه لا، تعامله مع الأمور ديت 90 دقيقة بس، هي دي خبرات النادي الأهلي. بالزبط. هي دي خبرات النادي الأهلي، هي دي بيفرق كتير جدا فرقة النادي الأهلي وخبرات خبرات لعبته وإدارته دايما. فبالتالي كل الأمور دي أنا ما بتقلقنيش ولا حد بيقدر يفكر فيها جوه النادي الأهلي، لأن التفكير مختلف تماما عن إعلام، عن أي حد بيتناول الموضوع ده بشكل يعني سلبي ممكن يأثر على الفرقة وأن الأمر يبقى سهل. لا، ما فيش في الكورة دلوقتي، حتى الهلال السوداني برضو ما أنا شايف أن الأمر لازم يتاخد برضو بمنتهى الجدية، لأن أمور الكرة في أفريقيا دايما بيحصل فيها مفاجآت، بيحصل فيها مستويات بتعلى بشكل كبير وفيها متغيرات كتير بشكل والدوافع كمان مهمة بشكل كبير بشكل والدوافع كبير. فبالتالي لازم يعني الحرص موجود، وأنا متأكد على مدار السنين وخلال الفترات اللي فاتت دي كلها دايما الحرص دايما موجود في النادي الأهلي. أشعر في كلام حضرتك كابتن حمادة أن الحالة الإيجابية والحالة المعنوية عند حضرتك وعند الجمهور إيجابية. هل الحالة الإيجابية دي راجعة أو انعكاس لفوز الأهل بالسوبر وانتصارات في أول 3 مباريات، ولا مش الانتصار فقط؟ لا، ده الانتصار مع الأداء الجمالي. لا، هو بالمستوى يعني. أنا لما أنا باجي أحكم وبقول الكلام ده، أنا بقارن الفترة اللي فاتت مستوى النادي الأهلي بالفترة اللي جه فيها المدرب الجديد ريني فايلر. فبالتالي لازم بحكم بكده. طب بشوف مستويات اللعيبه زي ما قلت لحضرتك، ان برضو الناحيه الجماعيه، الاداء الجماعي، نواحي فرديه، بعض المستويات اللي ارتفعت بشكل كبير جدا هم نفس اللعيبه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. فبالتالي كل الكلام ده انا بحكم عليه وبتفائل بيه بالمستوى نفسه. المستوى دايما هو بيوصلك للنتائج، طالما مستوى عالي ومستوى مرضي فبالتالي بيوصلك للنتائج اللي انت دايما بتبقى عايزها. اطراف الجنب في النادي الاهلي سواء الجبهه اليمنى او الجبهه اليسرى، ادائهم الدفاعي وادائهم الهجومي مع الشغل اللي موجود في وسط الملعب مع الناحيه الهجوميه، تشعر ان في تطور حصل؟ على احمد فتحي، هاني، محمود وحيد، علي معلول. على فكره الجناب كان ليها دور كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت من ارتفاع مستوى. يعني لو احنا قلنا رمضان صبحي مع علي معلول كان ليهم دور كبير جدا وجبهه قويه جدا جدا بيساندهم حمدي فتحي مثلا. برضو الناحيه الثانيه اللي انا شايف ان وجود محمد هاني، برضو انا شايف ان محمد هاني في الحته دي اداؤه يعني اداء عالي جدا، وده مستقبل النادي الاهلي. يعني انا مش حابب ان محمد هاني يبعد عن الماتشات الرسميه، لان هو ممكن يوصل لمستوى عالي جدا وممكن يكون رقم واحد في المكان ده. برضو نفس الكلام بتكلم على حسين الشحات، واي حد بيشتغل معاه سواء احمد فتحي او محمد هاني بيعملوا جبهه قويه جدا في الناحيه اليمين. فانا شايف ان الجبهتين دولت كان ليهم دور ايجابي كبير جدا
في ارتفاع مستوى النادي الاهلي مع شغل باقي الفريق. طبعا زي ما قلت لحضرتك عمرو السوليه مع حمدي فتحي مع مجدي قفشه مع وجود وليد سليمان كمان وليد سليمان مع نزوله. يعني انا برضو يعني انا شايف ان نقطه التعامل مع وليد سليمان نقطه فيها ذكاء كبير جدا ان هو بيحطه دايما ويستغله احسن استغلال بيلعبه مده معينه سواء نص ساعه او 35 دقيقه او على حسب مجريات الامور. لكن هو ده الاستفاده الكبيره من وليد سليمان لان احنا عندنا دلوقتي في ناس موجوده بتقدر تادي 90 دقيقه بشكل كويس. طيب في عز كل الكلام المميز ده والحديث عن فريق كوره للاسف يمكن كان في بقى خبر مؤسف خلال الايام القليله الماضيه اصابه محمد محمود. ألف مليون سلام عليك يا محمد، يعني إن شاء الله بإذن الله تكون بسيطة إن شاء الله مدة وهتعدي بسرعة بإذن الله. أنا عارف طبعا إصابة الرباط الصليبي بالنسبة لأي لعيب كورة بتبقى صعبة وهو كمان راجع من رباط صليبي فبتبقى أصعب عليه، لكن محدش عارف الخير فين بالنسبة لك أو بالنسبة لفريق النادي الأهلي. وياما لعيبة كبيرة وأسامي كبيرة تعرضت لهذه المواقف ورجعت أحسن من الأول، وأقرب مثال لده حسن عبد ربه أو أحمد حجازي. أحمد حجازي بيلعب حتى في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية أو كلاعب محترف، عمل رباط صليبي في رجليه الاثنين وحاليا الحمد لله واقف على رجليه. الف مليون سلام عليك، وان شاء الله باذن الله محمد بسرعه ترجع للملاعب، وان شاء الله خلاص يمكن خلال ساعات هيسافر المانيا عنده عمليه منتصف هذا الاسبوع. خبر كان مؤسف يا كابتن حماده، لكن في الحاله اللي زي دي او موقف زي ده، اولا ايه الرساله اللي تحب تقولها للاعب زي محمد محمود؟ اولا طبعا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه بسرعه. لكن هي حاجه غريبه جدا محمد محمود. محمد محمود ده ما لعبش غير دقائق، يعني مثلا ماشي حاجة غريبة جدا. أنا شايف تعاطف وحب غير عادي لمحمد محمود، حاجة غريبة جدا. يعني أنا متأكد إن هو إنسان نقي جدا، إنسان محترم، بيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ولازم يرضى بقضاء أسرة متدينة فعلا، ده حقيقي. أسرة يعني ناس متدينة وتدخل بيتهم كده تحس إن الناس بسيطة وناس جميلة. لا هو في تعاطف كبير جدا جدا من جماهير النادي الأهلي معاه، حتى غير جماهير النادي الأهلي. وولد زي ده وما لحقش يلعب ويبقى ليه الجماهيريه ده والحب ده، تعاطف الجمهور معاه كمان. فانا شايف ان هو ان شاء الله باذن الله الدعاء وان شاء الله باذن الله يقدر يرجع بالسلامه في اسرع وقت باذن الله ان شاء الله. النهارده كجمهور الاهلي اتجمع عند البيت عنده، وهو انا حتى نزل لهم وكانت رساله ايجابيه جدا من جمهور النادي الاهلي عند بيت محمد محمود. رساله زي دي ممكن تاثر ازاي في نفسيه لاعب؟ عشان جزء كبير جدا من تاهيل وجاهزيه لاعب لما بيكون عنده اصابه كبيره زي دي العامل النفسي ده تخلي روحه في السماء. يعني واحد جماهير النادي الاهلي زي ما احنا متعودين عليه من سنين طويله، والوفاء والانتماء والحب للاعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فدي يعني نقطه مهمه جدا. هي كابتن حماده قدامنا يمكن لقطات خاصه اهي على شاشه قناه النادي الاهلي بالنسبه لكل الجمهور قدام بيت محمد محمود. يعني المنظر منظر رائع طبعا. هو خرج من البيت وكل الجماهير والناس كلها راحت له عند البيت بتشجعه، وحتى ماسكين اعلام النادي الاهلي. مشهد مؤثر قوي يا كابتن حماده. وده لاعب ما لعبش، يعني ما لعبش كام ماتش، يعني سبحان الله ما لعبش كام دقيقه، حاجه غريبه جدا. وعشان كده يعني ان شاء الله باذن الله انا متاكد انه هيرجع وهيبقى نجم وهيتالق، لانه لعيب فعلا من اللعيبه الموهوبين في الكره المصريه. فان شاء الله باذن الله ربنا يرجعه بالسلامه في اسرع وقت ويرجع شافي عافي ويقدر يؤدي ويكمل مع فرقته، فرقه النادي الاهلي. الرباط الصليبي بيبقى تاثيره نفسه على لعيب بشكل سلبي يا كابتن حماده، ولا الزمن اختلف؟ رغم ان مده العلاج دلوقتي زادت على فكره، يعني الاول كانت علاج الصليبي كان بياخد 6 شهور، دلوقتي حسب ما بسمع بيتراوح من 7 لـ9 شهور. وفي راي طبي بيقول لك كل ما بتزيد المده كل ما بيكون افضل، لان هي وقايه انك تحافظ على ركبه اللاعب. بالظبط. هو ايام زمان كان اللي يجي له رباط صليبي يبطل خلاص. يعني امره منتهي، كان صعب قوي بصراحه. اذا كان الغضروف الاول بيبطل. الغضروف اللي هو دلوقتي بيتعمل وخلال اسبوعين او 3 اسابيع ممكن بيرجع. بالظبط. لكن هو طبعا بتبقى راجعه لقوه اراده اللاعب للرباط الصليبي بالذات، يعني بيبقى محتاج اراده قويه جدا، محتاج شغل كبير جدا، محتاج يرجع رجوعه يبقى بقوه كبيره جدا. كل الكلام ده يعني كل الكلام ده بيأثر بشكل كبير في رجوع اللعيب، سواء بقى يرجع متأخر أو يرجع بدري، دي برضه بترجع لحالة اللعيب نفسه. بتأثر على المستوى؟ لا أنا شايف طبعًا لا ما تأثرش. ملهاش علاقة. هو خلاص بمجرد إن هو بينتهي
الفتره بتاعه العمليه وبعد والتجهيز بعد العمليه خلاص بيرجع لعيب عادي خالص، بدليل ان احنا كنا شفنا وحضرتك ذكرت حسن عبد ربه، حسن عبد ربه كان متالق ولعيب ولا اي حد يحس ان هو اتصاب ولا اتعور ولا عمل عمليات ولا اي حاجه. وشفنا برضو نفس الكلام احمد حجازي بيلعب في اقوى دوري في العالم، فبالتالي كل الكلام ده خلاص هي بتبقى فتره معينه خلاص ويبتدي يرجع، لانه بيبقى خلال اللعبه بيبتدي يعمل حاجات معينه تحافظ له على الـ على الـ ان ما يكررش حاجه او تضعف العضله او اي حاجه من الحاجات ديت يعني. طيب كمدرب ولو معاك محمد محمود وهتقعد معاه في جلسه خاصه، ايه الرسائل الخاصه اللي ممكن توجهها له؟ او ايه الكلمات اللي انت هتختارها عشان تقولها له قبل ما يسافر المانيا ويعمل عمليه جراحيه زي دي؟ اول حاجه ثقته بالله سبحانه وتعالى ان ده فعلا خير، يعني احنا دايما نقول ايه لعل المنع خير، لا هو خير فعلا. فدي اول حاجه لازم اقولها له، وانا شايف ان هو عنده قناعه بالحته دي بشكل كبير جدا، مش محتاج ان احنا نقول له الحته ديت، زائد بقى الحاجات التانية اللي هي يعني لازم يبقى في قوه وفي اراده وفي تصميم انه يرجع، وده برضو انا شايف وحاسس ان هو موجود عنده. فبالتالي محمد محمود من نوعية اللي مش محتاجة كل الكلام ده، يكفي بس وجود جمهور النادي الأهلي عند بيته، ده هتدي له قوة وطاقة غير عادية في الرجوع إن شاء الله بإذن الله بمنتهى القوة. أنا مش هتكلم بقى على شخصية اللاعب وشخصية الأهلي، عايز أتكلم على شخصية جمهور الأهلي، وجمهور الأهلي لما بيتعامل مع لعيبته بيتعامل من منطلق تاني خالص، ما بيتعاملش مع اللعيب على إنها موجودة في الأهلي بتخدم في الأهلي أو بتلعب في الأهلي لهدف معين وخلاص، لا بيتعامل معاها وكأنها جزء منه. يعني أنا بشعر حتى من خلال قرب من الجماهير أو حتى من اللعيبة، جماهير النادي الأهلي بتتعامل مع لاعبتها وكأنها جزء منها. بص دي حقيقة على فكرة من زمان الكلام ده. يعني انتماء انتماء اللعيب الكورة في جماهير بتبقى زي يعني مش عايز أقول أعلى انتماء للنادي الأهلي من بعض اللعيبة، لان انتمائهم عالي جدا وبيحسوا ان النادي الاهلي ده بتاعهم ملكهم. ده حقيقي، ما ده حقيقي فعلا، دي انا ما ببالغش فعلا في الامر ده. فبالتالي هم حاسين ان محمد محمود ده جزء منهم، فبالتالي لازم يساندوا سواء محمد محمود او اي حد، او حتى لما حصل مع مؤمن زكريا. بالظبط، يعني مؤمن زكريا دلوقتي بقى في حته تانية خالص بقى، يعني كان نفسيا محطم وحاجات كتيره جدا، ابتدى ان شاء الله ويا رب ان شاء الله يرجع برضه بالسلامه، نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل. فبالتالي الجمهور بيبقى ليه دور كبير جدا، مؤثر بشكل ايجابي، يعني ياثر بشكل كبير جدا على اي لعيب، وانا متاكد ان شاء الله باذن الله يبقى تاثيره بشكل كويس على رجوع محمد محمود بسرعه ان شاء الله. طيب من خلال رؤيتك لفريق النادي الاهلي، الفريق مكتمل العناصر بنسبه كام في الميه؟ تقريبا نقول 90%، ناقص تركات بسيطه، حاجات بسيطه جدا. حاجات بسيطه جدا يعني، وتوصل لمرحله انك خلاص بطوله افريقيا تقدر تفوز بالبطوله وتكسب كل المباريات وتوصل لمستوى اكبر من كل المستويات اللي معاك. بالظبط، احنا انا يمكن يعني قلت لحضرتك ان انا شايف دلوقتي من خلال رؤيتي للماتشات والمستويات، انا شايف ان النادي الاهلي هو اعلى المستوى وهو اعلى فرقه، اعلى فريق في مصر. لا، وانا شايف انها في افريقيا كمان. يعني انا شايف ان الامر في افريقيا لو اتخذ بمنتهى الجديه، ودي لعاده النادي الاهلي، لو اتخذ بمنتهى الثقه والهدوء والتركيز وثبات المستوى وحاجات كتيره جدا هي موجوده فعلا في النادي الاهلي، انا شايف ان شاء الله باذن الله حصولنا على البطوله، احنا الاقرب السنه دي للحصول على البطوله. طب قبل الحصول على البطوله، دوري المجموعات، فريق نجم الساحلي، الهلال السوداني، بلاتينيوم بطل زيمبابوي، مش هتكلم على مدى القياس بالنسبه لمستوى المجموعه او مستوى الفرق اللي معاك في المجموعه، لكن ايه اللي ممكن تكسبه من هذه المباريات في هذه المجموعه؟ اول حاجه الثقه، ان انا احقق نتائج كويسه، ثقتك ترجع لك في افريقيا. بالظبط، لازم ارجع بثقه كبيره جدا لافريقيا، النادي الاهلي اسم كبير جدا في افريقيا، فلازم الاسم الكبير ده يبقى راجع وبشكل عملي. بشكل عملي ايه؟ ان هو يبتدي في بدايته في المجموعه لازم تبقى بدايه قويه جدا، بحيث انه يقلق الفرق اللي موجوده، تبقى رساله، وتبقى رساله قويه جدا لباقي الفرق. فانا شايف ان الحته دي مهمه جدا جدا لعوده النادي الاهلي في خوض المباراه اللي بعد دوري المجموعات بمنتهى القوه ومنتهى الثقه. البدايه في تونس والنهايه في السودان. ترتيب المباريات هو يعني امر يعني برضو بيبقى فيه بعض الصعوبات فيه، ان هي البدايه دايما لما بتبقى بعيد عن بلدك او انت بتلعب بره، لكن انا شايف برضو ان النادي الاهلي مش هتفرق معاه النقطه ديت،
وخصوصا ان برضو مستوى النجم الساحلي مش هو دي الفرقه اللي كانت زي الاول. ممكن كابتن حماده احنا بنستعجل في الحكم على الفرقه من قبل ما نشوف مباراتها في دور المجموعات؟ ولا لا. انت بتقصها بالمستوى الفني على الاقل في اخر ثلاث سنين في البطولات؟ على اخر سنه، انا بحكم على اخر سنه. اخر سنه. انا شايف ان الفرق التونسيه ما رجعتش للمستوى بتاعها. يعني بدليل انا بقول لحضرتك ان حتى فرقه الترجي يمكن يعني اقرب شويه لانها الاعلى الامكانيات وكل حاجه، لكن برضه ما وصلتش للمستوى اللي كان عليه من خلال الفترات السابقه، يعني اللي كان بينافس فيها وبقوه على بطوله افريقيا على طول. وبرضه المقابل انا شايف فرقه النادي الاهلي يعني شبه متكامله، يعني احنا وصلنا مرحله ما كناش وصلنا لها خلال الفترات الطويله اللي فاتت. يمكن مجلس الاداره ولجنه الكوره كل الكلام ده يعني هيئ الامور بشكل جيد جدا لان النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي تشتغل بتركيز كبير جدا ويكون عندها المقومات القويه اللي تخليه هو الاقرب للحصول على بطوله افريقيا ووجوده دايما ان شاء الله بطل للدوري المصري. تمام. طيب امتى تقول ان النادي الاهلي قريب بنسبه كبيره من الفوز بالدوري؟ لا هي بعد انت عارف الدوري بيبقى طويل بشكل كبير جدا، لكن دايما بنقول ان ثبات المستوى والاداء وتجميع النقاط مبكرا وهي دي سمه اساسيه في النادي الاهلي حتى لما كان في مستواه او بعيد عن مستواه. يعني كان بيجمع ابناط بشكل كبير جدا، توفيق الله سبحانه وتعالى في كل الاحوال سواء بقى بطوله افريقيا او بطوله الدوري العام او كاس، كل الكلام ده محتاج التوفيق، محتاج الثقه والهدوء والاصرار على تحقيق حاجه احنا بقالنا فتره برضو ما حققناهاش، وهي مفترض انها تبقى قريبه مننا ومفترض ان احنا ان شاء الله نسعى ليها، ومفترض ان شاء الله باذن الله يكون احنا الاقرب للحصول عليها اللي هي بطوله افريقيا ان شاء الله. طيب هدخل في ملف تاني وارجع لملف الاهلي تاني، بس هسترجع معاك ذكريات كده مباراه القمه الاهلي والزمالك 3-2، لان عايز اقول لك بعد الحلقه كابتن احمد شوبير هيكون ضيف مع اسلام الشاطر ان شاء الله في سهره معه، سهره خاصه لكل جماهير النادي الاهلي انتظروها ان شاء الله بعد برنامج الاهلي ليله مباشره. فالعامل المشترك ما بين كابتن حماده مرزوق والكابتن احمد شوبير المباراه القمه الشهيره اللي النادي الاهلي وقتها لما دفع بمجموعه من العناصر الواعده وقدر ان هم يحققوا نتيجه كبيره على نادي الزمالك، في ظل ان نادي الزمالك كان وقتها عنده كمان نجوم كبار، بس النادي الاهلي بمدرسه النادي الاهلي كان عنده ثقه في ولاده وفي لعبته وعملوا مباراه كبيره. فالعنصر المشترك كابتن شوبير مع كابتن حماده عملوا مباراه كبيره، فهتكلم معاه في كواليس هذه المباراه بما ان الكابتن شوبير بعد ان شاء الله هذه الحلقه يكون مع الزميل العزيز الكابتن اسلام الشاطر. لكن هدخل في ملف المنتخب الوطني سريعا واسالك على الاستعدادات للمرحله الجايه، لان كابتن حسام بدري اعلن قائمه اللاعبين المحترفين اللي هيكونوا موجودين في المعسكر القادم، 6 لاعبين: احمد حجازي، محمد صلاح، محمد النني، احمد حسن كوكا، محمود تريزيجيه، محمود عبد المنعم الكهرباء. لكن في جزئيه غريبه شويه، الجهاز الفني قال العناصر التي سيعلن عنها لا يعني انها جميعها ضمن القائمه النهائيه، بس هل ده ليه علاقه يعني بالمحترفين ولا بالمحليين؟ باقي التصريح مكتوب فيه ان سيتم تصفيه القائمه قبل المباراه الرسميه الاولى امام كينيا، ومن الوارد استبعاد اي عنصر من القائمه المبدئيه سواء المحليين او المحترفين. هل في معسكرات المنتخب لما بضم 6 محترفين ورايح على، انا مش رايح بطوله انا رايح على مباراه وتصفيات، لما بضم 6 محترفين او عدد من المحترفين باخدهم كلهم معايا في الماتش لان انا جايبه خلاص من النادي، فجاه الاقي تصريح يقول لك لا ممكن ما ضمش الستة او ممكن استبعد حد من الستة؟ جديده دي يا كابتن حماده صح؟ اولا حته استبعاد اللعيبه المحترفين هتبقى يعني تبقى صعبه، دي اول حاجه. لان ما حصلتش قبل كده، انا لما باخد المحترف بيفضل معاك لغايه اخر المعسكر. بالظبط. لازم يبقى موجود حتى لو هو مش هيلعب، هو هيبقى موجود. وخصوصا ان انت لازم تستفاد بالقدرات اللي موجوده عند اللعيبه المحترفين، يعني لازم استفاد منهم وبخبراتهم واحتكاكهم كل الكلام ده لازم استفاد منهم بشكل كبير. وانا متاكد ان الكابتن حسام هو اللعيب اللي هو هيستفاد منه وهيبقى موجود. فبالتالي هو بيشوف اقرب العناصر اللي هيبقى ضمن تشكيلته وضمن الفكر بتاعه، ودول هيبقوا موجودين. وانا شايف برضو ان الستة اللي موجودين بتوع المنتخب متهيألي هيبقوا موجودين بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي جاية وخلال ماتشات التصفيات. بس هل تتوقع حد من الستة ممكن ما يكونش معاه في ماتش كينيا او جزر القمر في التصفيات الافريقية؟ لا ما افتكرش، الستة مهمين والستة هيبقوا موجودين. اصل التصريح اداني احساس ان ممكن يكون حد من الستة مش موجود. لا يعني ما قررتش قبل كده، يعني انا بضم محترف هيكون معايا خلاص. اصل انت طالما انت جبته من بره يبقى انت محتاجه. بالظبط.
ما لهاش حل تاني. لو انا اصلا عايز خمس لعيبه كنت طلبت خمس لعيبه وسبت السادس ده مع نادي لانه بره غير ما يكون لعيب محلي. هو ده لعيب لعيب محترف ولعيب الماتشات بتاعته وكل الكلام ده مهم بالنسبه له. فبالتالي هو محتاج فعلا الست لعيبه، وانا بستبعد ان حد من الست لعيبه يبعد عن الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. المباريات كينيا وجزر القمر هي بالمستوى الفني طبعا مش تصنيف قوي او تصنيف كبير، لكن شايفها بدايه ازاي مع الجهاز الفني المنتخب؟ هي بدايه موفقه جدا، مباراه رسميه موفقه جدا جدا بالنسبه للكابتن حسام عشان اكتساب الثقه. لكن طبعا اكتساب الثقه ده بايه؟ طبعا بالاخذ الامور بمنتهى الجديه واحترام الفرق اللي موجوده، ودي برضو سمه موجوده مع الكابتن حسام البدري واللعيبه اللي موجوده، لان المفترض ان هم يبتدوا يغيروا من 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 الشكل ومن الحاجه الوحشه اللي احنا شفناها خلال الفتره اللي فاتت عن منتخب مصر. فبالتالي لازم يرجعوا هيبه وقوه منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه، وخصوصا ان البدايه ما فيهاش قوه كبيره، لا هي فرصه لاعاده الثقه وان احنا نرجع بمنتهى القوة ونرجع المنتخب المصري بشكل كويس. طيب آخر سؤال بقى وفي آخر دقيقتين ثلاثة في الحلقة كابتن حمادة، وأنا سعيد جدا بهذه الحلقة مع حضرتك. كواليس مباراة 3-2 والذكريات في وقتها مع الجيل اللي كان موجود في هذه الفترة، تفكرنا وتذكرنا بهذا الجيل اللي كان بالتأكيد في حراسة المرمى كابتن أحمد شوبير، كابتن حمادة مرزوق، نجوم كانت موجودة في هذه المباراة. كان في كابتن علاء عبد الصادق باك يمين، كان في ضياء عبد الصمد، كان في أحمد جمال، كان في محمد سعد، كان في حماده مرزوق، كان في بدر رجب، محمد السيد، عاطف الاباني، شمس حامد، حسام حسن، كان معانا ابراهيم حسن، كان معانا بعض اللعيبه اللي موجوده. وانا يعني طالما الكابتن شوبير موجود هيبقى موجود ان شاء الله باذن الله ونتكلم عليه. اولا الكابتن شوبير هو الوحيد من اللعيبه الكبار اللي لعب معانا، يعني جه من المغرب وجه هو الوحيد اللي لعب معانا. وعلى فكره هي كانت بدايته الحقيقيه الماتش ده. والحاجة الثالثة اللي أنا برضو في ناس ممكن ما يكونوش واخدين بالهم، إنه هو صد ضرب الجزاء من سعيد الجدي. مظبوط. فدي كانت بداية يعني كبيرة جدا للكابتن أحمد شوبير، كانت بدايته الحقيقية. هو دايما بيقول كده، وكابتن أحمد شوبير من الأسامي اللي يعني زي ما بيقولوا حفرت كده لنفسها اسم كبير جدا في عالم كرة القدم. وهو يعني نتمنى له التوفيق إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، وأنا بحييه وبعت له تحية من خلال البرنامج، وان شاء الله باذن الله اتمنى له التوفيق باذن واحد احد ان شاء الله. وكان ليه دور كبير جدا في بطولات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. كان هو كابتن الفريق في هذه المباراه. طبعا كابتن شوبير كان هو الكابتن الفرقه، وكان هو اللي يعني بيحركنا، هو اللي كان بيتكلم، هو اللي كان بيوجهنا، لان هو كان الوحيد الكبير. وعلى فكره كابتن احمد شوبير كان معروف بقربه للاعيبه الصغيرين. يعني دايما عنده حته الاحتضان دي ولذيذ في التعامل مع، يعني كان قريب مننا بشكل كبير جدا. بعد ما طلعنا بقى مع الفريق الاول برضه من الناس اللي كانت بتساند وبتساعد الناس الصغيرين، وكان ليه دور كبير جدا مع اغلب اللعيبه اللي في نفس السن. والمباراه دي كانت انطلاقه لعدد كبير جدا من اللاعبين. دي حقيقه فعلا. حسام حسن وعلى عبد الصادق اللي كانت انطلاقه كبيره جدا. وعلى فكره الماتشات اللي بعد كده اللي احرز الاهداف فيها لغايه نهايه البطوله اللعيبه الصغيرين، الجيل اللي لعب المباراه دي، الجيل اللي لعب المباراه يعني ماتش الاسماعيلي وماتش الترسانه. كان الترسانه قبل النهائي ثم الاسماعيلي كان في النهائي. والهدفين تقريبا طارق خليل اللي جاب الهدف النهائي، وشمس حامد اللي جاب الهدف في مرمى الترسانه. كان ليه طارق خليل دايما بيدمع بعد اي هدف؟ طارق كان من الشخصيات الجميله جدا، اللي هو كان بيتاثر وكان عصبي جدا، وكان بيتاثر بسرعه باي هدف. كان عنده روح عاليه جدا، ويعني دايما من الشخصيات الجميله. يعني اتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق في حياته. يعني تمام كابتن حماده مرزوق، انا بشكرك شكرا جزيلا. حلقه كانت يعني جيده، لان اتكلمنا في امور فنيه مهمه جدا وذكريات مباراه القمه، وكل التوفيق ليك يا رب في الفتره اللي جايه. ربنا يبارك فيك، متشكرين جدا استاذ محمد، التوفيق دايما ليك. شكرا لك كابتن حماده، وبالتوفيق لحضرتك بالتاكيد. كانت حلقة فنية مهمة جدا، فرصة طيبة نسمع واحد من نجوم النادي الأهلي ومدربين اللي اشتغل في المطبخ تحت في الفرق اللي بتعاني في الممتاز بيه وحتى في الدرجة الأولى، ورؤيته الفنية الممتازة بالنسبة للنادي الأهلي في المرحلة السابقة وفي المرحلة القادمة. إن شاء الله نطمئن على المرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي على أهبة الاستعداد لفترة التوقف، في استعداد خاص، معسكر مغلق، ثم مباريات ودية، ثم عودة من جديد للأجندة القادمة، مباريات محلية، مباريات إفريقية. لكن إن شاء الله بإذن الله كما بدأ النادي الأهلي الموسم بشكل قوي، إن شاء الله بعد التوقف هتكون البداية أقوى وأقوى من بداية هذا الموسم، والأهلي إن شاء الله يحقق كل الطموحات اللي جماهير النادي الأهلي بإذن الله بتبغاها خلال هذا الموسم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وألتقي بكم على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.